طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020. الموضوع اللي هنتكلم عنه الليلة قدموا لنا أستاذة رائعة جدا جدا، خبيرة بتاعت موارد بشرية إقليمية. إقليمية دي بمعنى إنه تدير، يعني شغالة في مؤسسة على مستوى الإقليم، وهي مديرة الموارد البشرية فيها، مهتمة بمجال التدريب والتطوير، مدربة معتمدة من الاتحاد الدولي للتدريب اللي هو الانترناشنال كوتش فيدريشن. الأستاذة مي عاطف، رحب بها في جلسة الليلة بعنوان دعوة للتخلي عن عقلية الضحية والسعي لإيجاد شغفك في أدوات عملية وبسيطة. No more about victim, the victim mentality to gain your focus and keep moving forward. الموضوع ده جاء من وين؟ احنا عملنا عدد من الجلسات يعني في السوفت سكيل والتدريب، وفي الجلسات دي كان دائما بيبرز السؤال: طيب انا ها اعرف شغفي كيف؟ كل زول يا اخي اتبع شغفك، يقول لك ها وانا اعرف شغفي كيف. فهنس كان الدعوه للاستاذه مي انها تقدم للناس بالادوات العمليه البسيطه على اساس انه الناس تعرف تستفيد. استاذه مي، احنا سعيدين جدا باستضافتك في جلسات الباحثين السودانيين. المايك لك، تفضلي. شكرا جزيلا دكتور أنور، وسعيدة جدا أني أكون معاكم، ممنونة للفرصة دي وبقيمة جدا جدا. فزي ما دكتور أنور تفضل أنه يعني طلب مني أنه نحاول نساعد الناس في أنه نلقى الحياة دي كيف، يعني كيف نتعرف على الحياة اللي إحنا عايزينها أو نلقى شغفنا كيف. فأنا حبيت أبدأ بالعقلية بتاعت الضحية دي، وتساءلت أنه ليه مثلا في ممكن نكون في بيت واحد ويكون في واحد يعني عنده العقلية بتاعت إنه هو دايماً عايز إنجز وعايز ينجح وعايز يحقق حاجات وبيحدد أهدافه بسهولة جداً، والتاني لا، بيكون دايماً حاس إنه هو يعني مغلوب على أمره وما في يده حاجة. فدي الحاجة اللي إحنا هنبحث فيها الليلة. طيب نبدأ بالأجندة، وأول حاجة الـ intention setting اللي هي يعني تحديد النوايا بتاعتنا، ودايماً نخلي دي عادتنا في أي حاجة، كتاب عايزين نقراه، محاضرة عايزين نحضرها، أو سيمينار، دايماً نخلي معانا يعني الورقة والدفتر قريب لنا، وننوي إنه أتليست نطلع ولو بمعلومة واحدة من الساعة ولا ساعة ونص اللي إحنا حنقعدها مع بعض دي، على أساس إنه بعد ذاك الواحد يحاول يبحث فيها أو يعني تسير فضوله بأي شكل أو في وقت الأسئلة يسأل عنها. فلو من الأول إنت خدت في نيتك إنك إنت عايز معلومة واحدة عشان تستفسر عنها، إن شاء الله حتطلع بمعلومة واحدة ويمكن أكثر. طيب حنتعرف على الـ victim mindset اللي هي العقلية بتاعت الضحية دي، اللي دايماً ما عايزة تنجز أي حاجة، والعوامل المؤدية لها. وبعد كده حنشوف الـ self-determination theory اللي هي يعني الـ النظرية اللي بتمكننا من إنه إحنا نكون يعني عندنا العزيمة أن نغير بها الحياة المفروض نغيرها وننجز بها الحياة اللي عايزين ننجزها. بعد كده هنشوف أهمية إنه إحنا كل زول فينا يكون مدرك إنه هو قاعد يعني يزرع في بذور معينة، البذور اللي هو قاعد يزرعها بذور بتاعت شنو بالضبط. وحنختم بثلاثة أدوات بسيطة جداً جداً بتمنى إنه الناس تحاول تعملها. فبسم الله نبدأ، واسمحوا لي إني يعني أستعمل لهجتنا البسيطة ويعني أكون على راحتي. طيب الـ identity أو الهوية والعقلية بتاعت أي فرد فينا أو المجتمع اللي إحنا قاعدين فيه كله بتحددها كمية من العوامل. واحدة منها النشأة اللي إحنا قمنا في بيئة شكلها شنو، المحيط بتاعنا كان شكله شنو، الباجج بيقولها يعني زي الحمولة أو العفش اللي بنفضل نشيله من الطفولة بتاعتنا، من الأبوين في البيت، من الجيران، من المدرسين في المدرسة، الأصحاب، يعني إحنا بنفضل نشيل في حاجات وبنعتبر إنها هي يعني زي ثوابت وإحنا ماشيين.
طيب الكلتشر الثقافة الطاغية في مجتمعنا برضو عندها دور كبير جدا في تكوين شخصيتنا أو عقليتنا. الديفاينينج مومنتس اللي هي اللحظات المصيرية في حياة كل واحد مننا اللي بيحدد فيها حاجات يعني حياته هتمشي لقدام كيف. اللغة عندها تأثير مهم جدا, وأكيد القيم الحياتية لكل زول فينا أو المجتمع عموما بيحددها إنه ينتهجها ويمشي عليها. طيب في الريسيرشر هي كارول دويك أشهر الناس اللي تكلمت عن موضوع العقلية دي وميزتهم بنوعين. قالت في نوعين من العقليات, الأولى اللي هي عندها الجروس مايندسيت أو اللي يعني مرنة, عقلية مرنة ودائما يعني مطلعة, والبتميزة من العقلية الثانية إنه بس هم بيفتكروا إنه هم قابلين لإنهم يطوروا من نفسهم أو يتعلموا حاجات جديدة. بس الزول لو 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 عنده الحتة دي القناعة بتاعت إنه ممكن يتعلم, ده بيكون الحمد لله بيستمتع بgross mindset. المشكلة بتكون في النوع الثاني اللي هو عنده fixed mindset, بيكون مقتنع إنه هو اتولد كده وهيموت كده, ما في أي طريقة إنه هو يتغير. فالنوع ده هو بيكون يعني more liable, بيكون في الغالب إنه هو ينتهي به المطاف لأنه هو يعني يشكل العقلية بتاعت الضحية اللي احنا عايزين نتكلم فيها. فدي بتكون أول أسباب. عامل ثاني اللي هو البيليف سيستم, النظام اللي احنا ماشيين به in general. البيليفز دي عبارة عن تمثيل داخلي بيحكم سلوكنا كويس. هم برضو نوعين, نوع empowering يعني في قناعات دائما يعني مساندة لنا بتمكننا وبتقدرنا ودائما يعني بتشجعنا من داخل, تشجيع داخلي. ونوع تاني disempowering, والاثنين عندهم قوة يعني خارقة. يعني بيقولك انه انت دائما لو انت مقتنع انك بتقدر تعمل حاجة او ما بتقدر تعملها انت كلامك صح, لانه اذا انت ما مقتنع انك تعملها ما يعني معناه فعلا انت ما حتعملها. لو انت حاس انك ما حتعملها معناه حتعملها لانك مقتنع بكده. فالقناعه عندها يعني باور شديده جدا جدا. المشكله في النوع الثاني الديس امباورينج ده اللي هو يعني اغلبنا عنده, دي حاجه طبيعيه زي ما بقولوا 100%. ليه؟ لانه بتعمل على الـ يعني في الليفل اللا ارادي, بتعمل في السبكونشس ليفل, يعني ما بنكون إحنا مدركين إنه الحاجة دي موجودة, وهي موجودة لسبب مهم جداً جداً لأنه الطبيعة البشرية بطبيعتنا يعني مفروض نتجنب المخاطر. فأي حاجة إحنا ما بنعرفها الجديد علينا مفروض إنه هو يعني زي بيشكل لنا خطر. فبتقوم تتوجد النوع دي من القناعات عشان تخلينا محلك سر. ليه؟ لأنه محلك ده هو السيف زون بتاعك, لو طلعت منه ما معروف في شنو. فعايزين نفضل في محلنا, عايزين نفضل آمنين في مكان. البر ده دايما مخيف, فبتبتدي القناعات دي تقول لك لا 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 انت ليه هتعمل كده وليه هتتحرك وليه عايز تتعلم اساسا حاجه جديده, انت ما كده الفيك ده كفايه وعايز تعمل شنو. والصوت ده بيكون يعني قوي جدا جدا, عشان كده بقول له ليميتنج بليف, هي فعلا بتثبتنا وثبتتنا كتير جدا جدا. فالحاجه الجميله هنا وبيقولوا التميز بيبتدي لما نقتنع انه الحاجه دي ما ثابته وانه احنا عندنا خيار فيها. ممكن نختار اننا نغير النوع ده من البيليفز بتاعتنا. دي اشهر 10 ليميتنج بيليفز خدتنا في لسته كده. انا حابه اضيف لهم واحده اللي هي الوقت, لانه في ناس كتير جدا مننا اكبر ليميتنج بيليف عندهم انه بقول لك والله انا لو كان عندي وقت. انا ذاتي اول واحده بقع في الفخ ده, دائما انا عندي احساس انه لو كان عندي وقت اكثر كان عملت وسويت وفعلت. فدي ديفينتلي ليميتنج بيليف, لانه الزول لو عايز الحاجه شديد بيلقى لها الوقت, بيخلق لها الوقت. فأول واحدة فوق نسمع كثير جدا يقول لك والله كانت أقول لنا الكلام ده زمان قبل 20 سنة, حس خلاص الزول too old too late for it. فدي definitely يعني لو سمعت روحك بيقول كده تعرف طوالي إنه ده limiting belief. البعد مثلا أنا ما يا أخي ما عندي الذكاء إنه أنا يعني أدخل في مجال زي ده وأبدأ, ده برضو limiting belief. أنا ما عندي شهادة
أنا ما تخرجت من جامعة ما أعرف فيها شنو، أنا ما عندي ماستر ديجري، أنا ما عندي بي اتش دي، بنخط عوائق. وحسي بالذات زمننا ده وزمن السوشيال ميديا وشنو، أكبر دليل إنه أساساً الشهادة ذاتها بقت يعني ما شرط للنجاح، اللي عايز ينجح بينجح حتى من غير شهادة. كون إنه إحنا بنخاف من الفشل ده برضو limiting belief. في ناس كثير بيقول لك هم يعني عايزين يبدوا مشروع، لكن بيفتكروا إنه لو ما في رأس مال ما ممكن نبدأ حاجة، يعني لازم يكون عندك أساساً قروش عشان تقدر تعمل قروش. ولا يقول لك إنه أنا جربت كل حاجة، ما في أمل، الحياة دي ما بتبقى، يعني أنا جربت حيات كثيرة وما نفعت. أو بنلقى الحاجة الخطيرة جداً إنه يعني بنفتكر يعني بنستكتر على نفسنا النجاح، نقول إنه مثلاً يعني دي أنانية مني إذا أنا طلبت أكثر. ليه يعني تطلب؟ ليه ما نطلب أكثر؟ أو نسمع روحنا بنقول إنه مثلاً أنا عزيمتي ضعيفة، حاولت قبل كده كتير وببدأ وبفشل، فيعني عزيمتي ضعيفة. فأنت ما تسمع روحك الكلام ده، يعني اللغة اللي إحنا بنتخاطب بها حتى مع نفسنا مهمة جداً وعندها دور كبير جداً. لازم ننتبه للليمتنج بليفز دي، لأنه كل ما انتبهنا لإنه هي موجودة ونسمعها مرات ونضبط روحنا بنقولها، كل ما حنقدر إننا نغيرها. واحدة برضو الأخيرة دي برضو يعني very common، تقول لي إنه كل الأفكار الكنت بفكر والمشاريع اللي عايز أعملها خلاص اتشالت already. دكتور أنور ده مش عمل له جروب فيه 500,000 نفر، تاني حنعمل شنو يعني؟ فدائما دي كلها limiting beliefs بتحاول إنها توقفك من إنه أنت يعني تبدأ أي حاجة جديدة. طيب قلنا الفاكتورز، ممكن يكون إنه الواحد عنده fixed mindset أو إنه عنده limiting beliefs موقفة وفي محله وهو متمسك بها لسه ومقتنع إنها ثوابت وهي لا. الحاجة الثانية ممكن تكون الانفايرومنت بتاعتنا، البيئة المحيطة أو المحيط اللي إحنا عايشين في وسطه. وهنا توني روبنسون يتكلم كلام جميل جدا، قال إنه يعني الخطر أو الحياة المرعبة جدا في الجيتوس اللي هي المناطق اللي بتكون فقيرة وفيها نسبة جريمة وفيها يعني الفشل المحيط. قال المشكلة في المناطق دي ما الجوع والإحباطات كل يوم بتعاملوا معها، ما الجوع والفقر، لأنه الجوع والفقر البني آدم بيقدر يتغلب عليه، ولكن المشكلة والنايتمير الحقيقي الكابوس هو التأثير بتاع البيئة زي دي، بيئة فاشلة على الأحلام بتاعتنا. ليه؟ لأنه ما بيتكون في بيئة زي دي، في مجتمع زي ده ما بيتكون وما بيتخلق التمثيل الداخلي اللي بيقدر يعزز لنا النجاح. ودي الحاجة اللي يعني بحييكم في الجروب ده اللي انتوا بتعملوا فيه، انه انتوا بتدوا examples لناس نجحت، وده automatically بدي مسج لكمية من الشباب الصغار والكبار، لانه النجاح ما مربوط بسن، انه it's possible، الحاجة دي ما مستحيلة يا جماعة، اللي بيخط النجاح في راسه بينجح، صح؟ فمجرد انه الواحد بس يشوف او يسمع بزول قدر يعمل حاجة، ده بدي اوتوماتيك مسج للمخ انه الحاجه دي ما مستحيله. فديفينتلي يعني انتوا بتعملوا في عمل مجيد يا دكتور، وان شاء الله موفقين، وان شاء الله كل ما تقدروا، ويعني حتى لو عملتوا يعني صفحه يكون فيها بس ناس نجحت في مجالات مختلفه ولو نجاحات بسيطه، لكن عشان بس ننشر المسج بتاعت انه البيئه اللي احنا يعني حوالينا فيها 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 نماذج، فيها نماذج نجحت ان شاء الله. طيب واحد من العوامل الثانيه، شكرا، واحد من العوامل الثانية المهمة جداً هي اسمها defining moments، اللي هي لحظات في حياتنا كانت مصيرية. اللحظات دي بتكون مشحونة بكمية من المشاعر، دائماً الذاكرة بتخزن اللحظات اللي فيها مشاعر عالية جداً، أوكي؟ كان حلوة كان ما حلوة، لكن اللحظات دي definitely كانت هي السبب في تكوين شخصيتنا، أو في يعني القصة اللي إحنا بنقرر إننا نمشي بها في الحياة دي.
نضرب مثلا ودائما بتكون بعيدة جدا، يعني حاجة بعيدة في الذاكرة من الطفولة، ممكن تكون من الفصل بتاع خامس ابتدائي. انت كنت يوم في 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 الفصل في خامس ابتدائي ورفعت يدك، الأستاذ سأل سؤال في الرياضيات أو في أي مادة وانت رفعت يدك وجاوبته وقام الأستاذ أثنى عليك وباقي الفصل كله صفق لك. في اللحظة ديك أنت يعني حسيت بكمية من المشاعر الإيجابية، وفي اللحظة ديك نفسها أنت قررت أنت حتكون منه، أو قررت أنه أنت يعني زول ناجح ودائما لما تحاول حتنجح ودائما لما تجاوب يعني الناس حيلقوا قبول وكده. ومن اللحظة ديك أنت يعني ما وقفت سعي وراء المعرفة. في نفس الفصل بتاع خامسة ابتدائي ده كان وراك في واحد رافع يده قبال ما انت ذاتك ترفع يدك، لكن الأستاذ ما شافه فما قومه، فانت لما قلت الإجابة والناس صفقت لك الزول ده حس بكمية من الحزن والألم ما طبيعية، وفي لحظتها قرر انه هو زول فاشل وانه الأستاذ ما اختاره هو لأنه هو حظه قليل جدا في الدنيا، وبدأ ينسج في كمية من القصص اللي هو عايش فيها لغاية الليلة. فالديفاينينج مومنتس لحظات مهمة جدا في حياتنا، في الغالب تكون يعني ما صحيحة 100%، والمشاعر اللي فيها كانت يعني مضلة. دائما هي المشاعر، عشان كيف بقول لك مثلا الحب أعمل إيه، لأنه ما بوريك العيوب، ما بوريك العيوب، فهو أي لحظة بتكون مشحونة بالمشاعر ممكن ما تكون حقيقية 100%. طيب ستيفن كارتمان اتعرض للشخصية بتاعت الفيكتيم دي برضو والعقلية بتاعت الضحية، لكن يعني أنا جبته ليه لأنه اتطرق لها بصورة interesting جدا. هو عرفه بأنه يزو بشيء من الكسل وعدم يعني ما بيكونوا حابين يشيلوا المسؤولية، عايزين يفضلوا يعني inferior عشان ما يشيلوا المسؤولية، to avoid a responsibility، ودائما بيسوقوا نفسهم انه انا مغلوب على امري، انا كان اعمل شنو، احنا ما عندنا خيارات، شوف ظروفنا مضغوطه كيف احنا كده. فالنوع ده هو يعني عرفه يعني سلايتلي كده، هو الدراما تراينجل ده فيري انترستينج، يعني بدعوكم انه تعرفوا اكثر عنه، لانه اتطرق لثلاثه شخصيات في المجتمع، الثلاثه عندهم مشاكل المفروض يتعاملوا معاها او يحاولوا يحلوها، لكن ما اللي احنا هنا عايزين نركز في الفيكتيم ده. طيب مارك انجلاند برضو اتكلم كلام جميل في قصه الفيكتيم مينتاليتي، ليه؟ لانه وصفهم لنا اكثر شويه، قال انه الناس ديل واحده من مميزاتهم النيجيشن، ده هو زي يعني التحسر، يعني دائما متحسرين على وضعهم، متحسرين على حاجه كان مفروض يعملوها ما عملوها، شيء كان مفروض يجيبوه ما جابوه، يعني دائما في حزن واسى كده وحسره في نوع الأفكار اللي هم فكروها بينه وبين نفسهم، والإيمجز اللي بيتصوروها دائما يعني بتكون سلبية، بتكون في حاجات إنه كانوا عايزينها وما حصلت، بيكونوا ترابت في المكان ده. الوصف الثاني إنه اللغة بتاعتهم عرفوا بإنها لغة سوفت، يعني زي ما إحنا بنقول اللغة ما شاد حيلة، ما فيها باور، يعني لو تسأل الزول ممكن الزول يكون عنده بكرة تسليم بتاع بروجكت، وبروجكت مهم جدا جدا بالنسبة له، تقول له ها عملت شنو، يقول لك والله يا أخي إن شاء الله كده نشوف، يعني اللغة ما بتحس فيها بالباور، وبتعكس لك إنه الزول ده قرر شنو، هو نفسه ما مقتنع بمشروعه. فدائما إحنا لو انتبهنا إنه لغتنا يعني حسينا إنه هي فيها الحاجات دي، ممكن يكون مؤشر لإنه يكون في مشكلة بوراء، يعني بيكون لغة فيها كمية من يعني احتمال ما معروف، فيها تماطل كده وشكوك، كمية من الشكوك في الحاجة اللي هو عايز أساسا يقدمها لك. الحاجة الثالثة أو الصفة الثالثة بتاعتهم يعني زي ما بقولوا يعني زي الإسقاط، أو هم دائما بيفتشوا على شماعة يخطوا فيها اللوم، يعني دائما يقول لك إنه كله من الحاجة دي، أنا لو ما كده كان حصل كده وكده وكده، كله من الزولة دي خربت لي حياتي كلها، يعني بيحملوا أي حاجة غيرهم هم هو المسؤول، يعني دائما بيحاولوا انه ما يشيلوا مسؤوليه اي خطا،
ودائما بيحاولوا يفتشوا لشماعة تكون هي السبب، يا إما فلان كان السبب، يا إما الحكومة السبب، يا إما البلد السبب، يا إما إسرائيل السبب أو أمريكا السبب. دائما حنلقى شماعة نخد فيها الحياة اللي إحنا عايزين نخدها. فالنوع من السلوك ده دائما بيكون عندهم مشكلة إنهم ذاتهم يقنعوا نفسهم أو يثقوا في نفسهم، عندهم مشكلة بتاع trust لين روحهم ذاتهم، بالتالي بتكون القرارات النت شوية ضعيف يا أستاذة، الكلام بيقى مقطع شوية. أستاذة مي؟ أكيد أو سليمة. أستاذة مي؟ أستاذة مي؟ تمام؟ الخط بيقطع شديد من عندك، الشبكة شوية زي ما يقولوا ضنابة رقة. بس كده رجع كويس تاني. أنا سامعاك أي كده تمام، واصل معلش. أستاذة مي؟ كان ميوت المايك، كان ميوتد. تمام؟ واصلي. تمام، معاك متابعين. تمام. طيب، الحاجة كنت حابة أنبه ليها إنه يا جماعة إحنا definitely ما هنا عشان يعني نلوم أي يعني سلوك أو فكرة. إحنا كل اللي بنحاول نعمله إنه نسلط الضوء أكتر على النوع ده من التفكير، على النوع ده من الكلام، من العقلية، عشان نقدر إنه إحنا يعني زي ما بقولوا نخط يدنا على المشكلة وين ونحاول نصلحها لو إحنا عاوزين نصلحها. فديفينتلي إحنا ما بنحاول تبليم أي زول أو ننتقد بصورة يعني ما لطيفة، فالناس تكون سينسيتيف مع روح ذاته، ما تلوم روحك لو لقيت إنه عندك بعض من الحاجات دي. طيب، آخر سلايد عن الفيكتم مينتاليتي، ودي فيها بين العقلية بتاعت الفيكتم والعقلية الخلاقة المبدعة العايزة تنجز. ديل طبعا دائما بيكون عندهم أفكار يعني محبطة وما بيكونوا متفائلين، بعكس ديل الأفكار دائما بتكون يعني متفائلة جدا جدا. الكومبلينينج ديل دائما يعني عايزين يركزوا في المشكلة والشكية، كمية من الشكية يعني. وإنه الجماعة ديل بيكونوا مركزين في solutions، إحنا كيف نلقى حلول للمشاكل دي، يعني بيقضوا وقتهم وطاقتهم في إيجاد حلول مش في نبش المشكلة نفسها والشكية منها. الثانية criticizing، ودي كمان مشكلة كبيرة، إنه بيقضوا وقت طويل جدا في النقد وفي إصدار الأحكام، يعني very judgmental، يعني بيكونوا عايزين إنه يحكموا يمين وشمال ودمال ودمال وكده، يعني بيضيعوا في زمن وفي طاقة. while the creator mindset بيكون focused في إنه هو كيف يطور من نفسه، يعني مش إنه ما بيتو في عيوب وهو محتاج يشتغل عليها، فما عايز يضيع زمن. البلين برضو، اللوم الكثير والحاجات دي برضو من سمات الناس العايزة تفضل متعطلة، لأنه الكرييتر
قطعني بقطع يا أستاذة. الخط الثاني قطع. صالح شايفك رافع يدك. صالح صالح السلام عليكم الأحباب الكرام. الصوت أي فيه مشكلة؟ الصوت من عندها فيه مشكلة؟ إن شاء الله هي تطلع وتجي راجع تاني. بتحصل طبعا يا شباب، بتحصل طوال البتاع دي. دائما سبحان الله بتحصل بس في الحياة المهمة يكون للناس متابعين بشغف كده. احنا السؤال بتاع ألقى شغفي كيف ده، ده من الأسئلة المكررة جدا جدا، لأنه مرتبط بموضوع التخصص الجامعي وإلى آخره. نحن بنقول لطلابنا، حتى كتبنا مقال في انه عدم اختيار التخصص الجامعي الصحيح المرتبط بشغفك قد يرقى لانه يكون مساله امن قومي، لانك انت بتخرج كميه بتاعت ناس ما مستعدين يختموا المجال ويشتغلوا فيه، وبالتالي بيطلعوا بعدين يبقوا عواطليه في سوق العمل. الواحد ما شغال في حاجه بيحبها، الواحد بيتقفقف من الشغل وشايف انه الناس بياخذوا احسن منه، انه والله يا اخي انا ده ببذل جهد اكثر والناس الباقيين ما شغالين، داير يغير المجال بتاعه بعد 5-6 سنوات مما هو تخرج. فالكلام ده بيقود لانه يكون في بطاله، البطاله حتسوق لناس شنو ده المخدرات والجريمه والى اخره. فمساله خطيره، ما حاجه سهله. فالزول يكون كارير اوير من بدايه يعني وقته الى اخره. مرحبا بك استاذه مي مره ثانيه، مرحبا بك. انا حاولت اشغلهم كده يعني لحد ما تجي راي. ان شاء الله ما يقطع ثاني. اي تمام، بس عليك الله ارجع لسلايد قبلها على اساس انه نكون يعني متابعين من الحته اللي وقفنا منها. طيب احنا كنا بنتكلم عن المقارنه بين الفيكتيم مايند سيت والكرييتر مايند سيت. تكلمنا حاجة عن المقارنة نفسها. بنقول إنه دائماً يا جماعة القسطين الزول اللي بيحب يقارن نفسه بالباقيين، يا إما هشوف إن أنا أحسن منه، وهنا بتجي الحتة بتاعت الكبر وتفلسف على الزول ده وعلى الناس ديل، أو هشوف إنه أنا أقل منه بكتير، ويعني زي هصغر نفسي. فأحسن حاجة إنه إحنا ولا نقارن بإنه إحنا كرييتر مايند سيت ديل بيكونوا ناس متوازنين وناس بيحبوا تو إنسباير غيرهم. يعني لو جاك واحد صاحبك وقال لك شفت فلان الفلاني ده حصل له كده وكده، يعني حصل له حاجات كويسة جدا، بدل ما بسرعة تبتدي تقارن وتقول انت وين وهو وين وكده، لا بسرعة جدا تقول اوكي يعني ما شاء الله ربنا يهنيه، انت عامل شنو. الزول اللي بيجي يحكي لك القصة دي خليه يعني يرجع ينتبه لروحه هو، ونحاول تو يعني نلهمه هو انه يركز في حاجاته بدل في حاجات الناس. فكل اللي بنقول فيه من جبال ده بنحاول انه احنا يعني ننتبه اكثر للفيكتيم ستوري اللي احنا ممكن نكون ماشيين بها وما حاسين، لانه كل ما تعرفنا عليها اكثر، كل ما عرفنا عنها اكثر، كل ما حنضعفها، ودائما احنا بنقدر نسيطر على الشيء الضعيف.
فكل ما ضعفنا الستوري السايقانة دي كل ما قدرنا نتغلب عليها ونغيرها. طيب إذا حسينا إن إحنا يعني في حاجات في صفات من الصفات اللي تكلمنا عليها دي ممكن نكون إحنا بنعملها sometimes وعايزين نغير فيها, طوالي نمشي للself determination theory اللي هي النظرية اللي هتساعدنا نعرف أكثر كيف يعني يكون عندنا عزيمة للتغيير. طيب النظرية دي بتتكلم أول حاجة عن ثلاثة احتياجات. الأول فيها الحاجة اللي إحنا من قبل بنعمل فيها اللي هو بنحاول إنه إحنا نعرف أو نفهم إنه حياتنا عبارة عن مجموعة من القرارات اللي إحنا اتخذناها بخيارنا, كان عندنا خيار فيها. ممكن يجيني موظف يقول لي لا الكلام ده ما صح, يعني أنا المدير قال لي أعمل الحاجة دي وما كان عندي خيار, لو كنت قلت له لا كنت اترفدت فما كان عندي خيار. وما طوال أقول له لا أنت كان عندك خيار إنك أنت تقول لا وتترفض, لكن أنت اخترت إنك ما تتحمل الconsequences التوابع أو النتائج حتنتج عن رفضك, ما عايز تقعد كده. ففي الحالتين إنه يعني أنا ما بقول إنه ده كان الخيار الأسلم, لكن كل القصة إنه إحنا لازم نقتنع إنه الخيار دائما كان عندنا إحنا, بس عشان نقدر إنه إحنا نغيره الفات نخليه, ولكن لقدام إحنا دائما قراراتنا في يدنا. أوكي دي أول حاجة, إنه بس نقتنع بإنه يعني حياتنا لغاية حسي كانت مجموعة من القرارات اللي إحنا أخذناها. تاني حاجة الكومبيتنسيز, لازم يا جماعة كل زول فينا يكون عنده مهارة أو يكون عنده حاجة حاب إنه يعرف فيها أكتر, يتعلم فيها أكتر, ينجز فيها أكتر, ويشوف الموتيف أو الدافع بتاعه هيكون شنو للحاجة دي ويحاول إنه يسعى وراها. دي يعني لازم كلنا نفتش على الحاجة اللي إحنا حابين نعملها ونعمل فيها زيادة, والإكسرسايز بعد شوية يمكن هتساعدنا في الحاجة دي. طيب الحاجة الثالثة اللي هي الريليشنشيبس, كلنا محتاجين نكون محاطين بعلاقات تدعم أفكارنا دي. زي الجروب اللي انتوا فيه وحسي ده, او زي انه المحيط بتاعك دائما تتاكد ان الناس اللي حولك يعني دائما حيدعم قصتي انه انت عايز تكون عندك حريه الاختيارات دي, وانه انت تركز في اهدافك وما تنشغل بالناس اللي حولك اكثر من اهدافك. في الحته دي بننبه لانه انت عشان تغير اي حاجه وعشان تبتدي تنجز ويكون عندك مهارة تتقنها لازم تشوف الدوافع بتاعتك كان شكلها شنو. الموتيفيشنز ثلاثة أنواع, الأول الإكسترنال, المشكلة في الإكسترنال موتيفيترز دي إنها هي دوافع غير الليلة وبكرة بعد وبعد شهر بالكثير حترجع تاني لنفس العادات. ليه؟ لأنه الدافع ما كان ذاتي, ما كان من جوا. زي شنو مثلا؟ زي انه وحده قاعده كده في حته منكوشه ولا في مطبخ ما مرتب, يقوم زوجها يجي مره يقوم يقول لها ليه خلي الحته منكوشه كده, فبتقوم هي عايزه تتجنب البين بتاع الارجيومنت بتاعته معاه والنكه والشكل, تقوم تنظم الحته خلاص. التغيير هنا كان الدافع بتاعه يعني خارجي, فبالتالي بكرة وبعد أول ما حتة تتنكش تاني برضو ما حتنظمها إيه اللي يقول لها تاني, فده ما مستدام. نوع الدوافع ده ما بيقعد كتير. النوع الثاني بيكون driven by خوشة كده, أنا لازم أعملها. كلمة شد دي لما تدخل, كلمة لازم دي لما زول يحس إن الحياة مفروضة عليه اوتوماتيكلي ما حتكون مستدامة, لأنه دائما حيحس إنه ما عنده كنترول على الشيء ده هو اتفرض عليه. النوع الثالث اللي هو مفروض كلنا نحاول نسعى عليه اللي هو الاوتونوموس, اللي هو يعني دافع ذاتي, يعني جاي من رغبه داخليه ومربوطه بقيمه حياتيه الزول ده محدده لنفسه. ده النوع الديفينتلي حيفضل مستمر معاك, لكن احنا كيف نعمل الربط دي هي الحاجه المهمه, كيف انه نربط التغيير اللي احنا عايزين نغيره بقيمه حياتيه مهمه جدا عندنا, بتخلينا نكون في زي ما بقولوا الفلو ستيت. يعني انت لما تكون يعني
عايش في التغيير ده زي الزولة دي ذاتها لو بقت الترتيب والأورجانيزيشن والنظام تكون سعيدة إلا إنه حياتها تكون مرتبة ومنظمة، وهي بتنظم ما حتكون زهيانة، حتكون بالعكس ما حتعاني للساعة ذاته، حتكون مستمتعة جدا بموضوع الترتيب ده. فدي الحياة المفروض إحنا نسعى عليها. طيب بنمشي بعد كده للstrangest secret اللي هو يعني السر العجيب اللي هو أفشى عنه المذيع الأمريكي إيرل سنة 1957. الزول ده مذيع كان عنده برنامج في الراديو، وفي اليوم ده قام قال لهم في السنة دي قام قال لهم إنه أنا حفشي عن سر يعني خطير جدا حيغير البشرية، إنه هو اكتشف إنه we become what we are thinking about، يعني إحنا بنكون كيف ما تكون أفكارنا، الحاجة اللي إحنا بنفكر فيها هي الحاجة اللي إحنا حنكونها. فبالتالي إذا إحنا بقينا ما بنفكر أي شيء قاعدين كده يعني هيمانين ما حيحصل أي حاجة، هنكون عدد حيينا كم سنة ومتنا وانتهى الموضوع. فيعني الفكرة بتاعته دي كانت زي البذرة بدت منها قصة السلف ديفلوبمنت والسلف ديسكوفري، وإنه الواحد ينتبه لأفكاره لأنه الفكرة هي اللي بتقود كل حاجة في حياتنا. فهو شبهها كمان بأن زي التربة الخصبة، ما غرض حيتزرع فيها شنو، حيتزرع حاجة مرة حتطلع مرة، حيتزرع حاجة حلوة حتطلع حلوة. هي الدماغ البشري أو العقل البشري عبارة عن تربة خصبة، أي حاجة أي زرع أنت حتزرع فيها، أي بذور حتزرع فيه حتقوم. عشان كده لازم كلنا نجيب في الحتة دي وننتبه إحنا قاعدين نزرع في شنو بالضبط، لأنه أكيد في يعني أكيد قاعد نزرع في حاجة. يعني طبعاً لو ما بنزرع ما هيحصل أي حاجة، وحنكون بس عايزين ناكل ونشرب ونموت في النهاية. لكن ننتبه للنوع بتاع البذور اللي إحنا بنزرع، بذور بتاعة عشر ولا بذور بتاعة عنب ولا بذور شكلها شنو بالضبط. ففي حتة زرع البذور دي لو إحنا عايزين نبدأ إننا ننتبه للأفكار اللي إحنا بنزرع فيها ونزرع أفكار يعني صالحة، لازم نعرف حاجة اسمها visualization اللي هي التصور. لازم يكون عندنا السكيل دي اللي هي مهارة بتاعت إنه أنت تكون عندك مقدرة إنك تتخيل الحلم أو الهدف بتاعك. إحنا كتير في الترينينجز بنقعد مع ناس مثلا يقول لك أنا يعني بواجه صعوبة شديدة وصعب جدا إني أحقق أهدافي وكي، طيب هو هدفك شنو بالضبط؟ تلقاه بيسكت، هو أساسا ما عارف هدفه شنو. فإنت لو ما عارف إنت عايز شنو كيف حتتخيل إنك إنت ممكن تحققه؟ الحاجة دي بالضبط زي اللعبة بتاعت الجيكسو بازل. البازل دي أي زول منكم لو لعب اللعبة دي وركبها قبل كده بيكون عارف تماماً إنه أصعب حاجة تقريباً مستحيل إنك تتركب الصورة الدقيقة بالصورة دي، وفي حاجة أدق من حياتنا، حياتنا ذاتها كلها صعبة ومعقدة جداً جداً. فلو ما بقى في تصور لشكل الصورة اللي أنت عايز تركب فيها دي مستحيل حتركبها. ولو حبيت تتحدى، في ناس بيقولوا لا أنا ممكن من غير ما أشوف الصورة أركب الحاجة دي، فهم بيكونوا بيضيعوا في زمانهم، لأنه لو الصورة قدامهم حيخلصوها في ساعتين، ولو الصورة بقت ما قدامهم احتمال يأخذوا 3 لـ4 أسابيع ده لو قدروا إنهم يكملوا الصورة الكاملة. فديفنتلي أي زول فينا عايز يحقق هدف معين أو حلم في حياته لازم يبتدي يعني يغمض كده أو هو مفكر يشوف الحاجة دي وهي متحققة. يعني زي ما بقول if you can dream it you can achieve it. طيب أول ما أنت إن شاء الله قدرت أنك تحدد هدفك بالضبط وترسم صورته واضحة قدامك، طوالي يكون دفترك جنبك والقلم بتاعك معاك وتبتدي تدون، تبتدي تدون أهدافك وتبتدي تدون أفكارك، لأنه زي ما قلنا الفكرة بتاعتك دي هي الحاجة اللي هترسم لك مستقبلك. فتبتدي تلاحظ الباترن أو النمط بتاع تفكيرك نفسه، دي أكتر حاجة ممكن تساعد الواحد. طيب نجي لأنه إحنا كيف نلقى الحاجة اللي إحنا مفروض نبتدي بيها، الحاجة اللي إحنا مفروض ننافس بيها وتكون التنافسية بتاعتنا. يعني اللي عنده ورقة وقلم جنبه يرسم الـ4 مربعات دي في الورقة بتاعته، وفي أول مربع يكتب الحاجات
اتليست يعني حاجة واحدة، وبعدين إن شاء الله يعني تكون براكم يعني ممكن تمشوا أكثر في كذا حاجة وتختاروا منها. لكن في المربع الأول بنكتب الحاجات اللي أنت بتحب إنك تعملها وأنت بتجيدها، يعني already بتعرف تعملها بصورة جيدة. يعني حسي يعني بس عشان الاكسرسايز، حاول تكتب حاجة واحدة أنت بتحبها وأوريدي بتجيدها، يعني let's say القراية مثلا أو الكتابة أو أي حاجة. في المربع تحته حاجة أنت بتحبها لكن لسه ما أتقنتها، لسه محتاج يعني تعرف عنها أكثر، محتاج تتدرب فيها، محتاج تقرأ عنها وكده. في المربع الثالث بنكتب حاجات إحنا ما بنحبها، حاجات يعني ما بنحب نعملها لكن كويسين جدا فيها. في نسوان كتار جدا ما بيحبوا المطبخ لكن طباخين جدا جدا، يعني تقريبا يعني ده مثل يعني. فنكتب في المربع الثالث ده حاجة إحنا ما بنحب نعملها لكن بنتقنها already. وفي المربع الرابع حاجة ولا إحنا بنحبها ولا إحنا بنعرف فيها كويس، وانت كده بيكون عندك يعني صورة واضحة للحاجات اللي انت بتصرف فيها أغلبية زمنك. والمشاكل دائما والضيق المرات بنتعرض له ليه؟ لأننا بنعيش أغلب أوقات وقت أوقات حياتنا في الجزء ده من المربع اللي هو في الحاجات اللي احنا ما بنحبها. وكثير جدا مننا بيشتغل يعني البروفيشن ذاته بتاعه بتلقاه يعني بيشتغل في شغل ما ماشي مع الحاجة اللي هو بيحبها، فبالتالي هو يعني اوتوماتيكي بيصرف زمن طويل جدا في الجزء ده من المربع. فيدهم كثير جدا ليه؟ لانه يعني بس حيذكرك انه انت يعني ما مفروض انك انت تتخلى عن الحاجه اللي انت بتحبها تماما بس لانه شغلك ما ماشي معاها. احنا ناس كثير جدا مثلا في زول تلقاه ليتس سي بيحب الرسم او الموسيقى لكن عشان شغله طبيعه شغله بعيده جدا عن الحاجتين ديل خلاص خلاهم كله. طيب ليه؟ ما إحنا عندنا بعد أوقات الدوام أو الويكند أو المهم تخلق أتليست ساعة في الأسبوع تعمل حاجة أنت بتحبها عشان تديك الطاقة باقي الأسبوع كله تمشي تعمل بيه الحاجة اللي أنت ما بتحبها. فده ممكن يساعدنا في إنه إحنا نبتدي نركز في الحاجات اللي إحنا بنحبها ولو في بارت تايم ولو في أوقات فراغنا بس ما تكون يعني شغلنا الشاغل. لقدام ممكن يعني في لو الظروف تكون مواتية ممكن إن إحنا نتحول للجزء ده كامل. طيب البوتنشل بتاعنا بيكون كامل في الحتة دي، في الحتة اللي إحنا لسه ما أتقناها تمام. وفي دراسة interesting جدا اتعملت على مجموعة من CEOs الناس الناجحين جدا في الشركات، قالوا لهم حنديكم 100 ساعة من التدريب مجانية تقسموها في الثلاثة كولومز دي في حاجات انتو يعني ما بتعرفوا فيها تماما your poor at وحاجات average وحاجات your already good at. هتقسموها كيف وعايزين يشوفوا الناس دي اللي هيقسموها كيف. احنا عموما هنعاين كده لو ادوني الحاجة دي هقول طيب يمكن في الحاجة اللي انا poor فيها محتاجة اعرفها اكتر هقوم اخد ساعات هنا كتيرة جدا، وبعد ذاك الافريج والجود هقود هاخد هاخد يعني نسب أقل. Actually الجماعة ديل CEOs ديل أغلبيتهم خدتوا 100% في الجود أت، وفي بعض منهم خدتوا 20% في الأفريج و80% في الجود أت. ليه؟ لأنه ديل الناس عايزين ينافسوا، عارفين إنه هم لو خدتوا في البور يا دوب حيتحركوا من بور لأفريج، لو خدتوا في الأفريج يا دوب حيتحركوا من أفريج لجود. هم عايزين يفوتوا الجود، عايزين to master الحاجة اللي هم بيعملوا فيها والحاجة اللي هم حابيننا وهم عارفين إنهم هم already متقنين. فبرضو ننتبه للحتة دي، العايز ينافس يمسك في الحاجة اللي هو already بيعرفها والحاجة اللي حابيها ويبتدي من هناك، ما يمشي يفتش في حاجة هو لسه ما عارف عنها أي حاجة تمام. بتمنى تكون واضحة عشان نمشي للتول اللي بعدها. التول اللي بعدها دي يعني ابتكرها فيشان اللي هو الفاوندر بتاع مايند فالي، المايند فالي انستيتيوت، وخدت التول دي وقال انه يعني المغزى منها انه عايز
يوسع للناس الفكرة بتاعت مفهوم الهابينس ذاته، إنه إحنا ما نحصر السعادة في إطار ضيق، قدر ما إحنا وسعنا المفهوم بتاعنا للسعادة وجبناها من أكثر من طريق، كل ما شنو يعني أتيحت لنا الفرصة إننا نعملها. وأهم حاجة نكون كاتبينها يعني في الورقة في الدفتر بتاعك، حسي تكتب 3 أهم أسئلة أنت ممكن تسأل روحك عشان تعرف بها السعادة. أنت هتتبسط شديد لو عشت هذه التجارب في الدنيا، تخد التجارب اللي أنت عايز تعيشها اللي حتجلب لك السعادة، الأحلام البعيدة اللي أنت عايز تصليها والقريبة كمان. يعني الليستة دي ممكن تعملها في ورقة فولوسكاب طويلة كده وتفضل تروس أي حاجة تعايزة، لكن أهم حاجة تكتيبها، ما يكون في خيالك بس، لازم تكون مكتوبة في الـ في الـ في الكولم الأول ده، هتكون التجارب اللي انت عايز تعيشها إن شاء الله. الثاني الجروس اللي هي التطور اللي انت عايز تتطوره، الحاجات اللي انت عايز تصليها، عايز تصل تبقى CEO، عايز تصل تبقى بيزنس مان ناجح، عايز تصل تبقى يعني أي حاجة أنت بتتخيل إنها هتجلب لك السعادة من منظور بتاع تطور، أوكي؟ والثالثة اللي هي جميلة جداً، كيف إنه أنت هتقدر تساهم، كيف يعني هتحس بالسعادة في مساهمتك باك للعيلة بتاعتك وللبلد بتاعتك وللعالم in general، انت مساهمتك لين باك هتكون بشنو. وزي ما قلنا حاجات بسيطه، ما شرط انها تكون يعني للعالم فعلا هنخترع اختراع، لكن حتى ولو لناس بيتكم يعني how will you pay back، كيف انت عايز يعني ترد الجميل او تساهم في حياتك. والحاجه المهمه جدا اللي بننبه لها هنا، لما نكتب الليست الطويله دي والاماني العريضه دي، ما نشرط ما نشرط السعادة وإحساسنا بالسعادة بالوصول بس وتحقيق الأمان دي. من حسي تمش خطيت الليستة دي طوالي، قرر إنك أنت هتحس بالسعادة، هتتبسط إنه أنت قاعد تعمل في الحاجة دي وخطيت هدف قدام وإن شاء الله توصل له. مثل الحصل في شارع القيادة، الاعتصام، يعني الناس لما وصلت شارع القيادة وقررت إنها تقول كلهم مع بعض، فجأة قرروا إنه حسدي هيحسوا بالسعادة الليلة دي أول بعدها بأسابيع طويلة، لكن في اللحظة ديك من أول يوم ابتدت الأغاني وعندك ختمة عندك شيل والشاي بيجاي والناس كلها كانت حاسة بإحساس، يعني أنا ما عشته شخصيا هناك، ما كنت معاكم، لكن بس بالفرجة يعني كان إحساس جميل جدا وسعادة وفرحة ما طبيعية، ما كانت مشروطة بالسقوط، ما كان ما الناس ما وصلوا هناك وهم حزينين ومكتئسين وبس منتظرين 200 تسقط عشان احنا نفرح، لا، فرحوا قبل السقوط. ودي الحاجه اللي احنا كلنا ممكن نعملها في اي وقت. واسفه لو يعني المثل ده يعني حرك اي زول، لكن ان شاء الله اي زول خطف مننا الفرحه دي يوم حيجي باذن الله. طيب التول الثالثة اللي هي جميلة جدا برضو وبسيطة جدا وكلنا ممكن يعني نبتدي فيها من الليلة دي، من حسي دي، إنك أنت بترسم دائرة بيقول لها الويل أوف لايف. الدائرة دي يعني بتمثل لنا زي الديركسون بتاع القيادة، أوكي؟ أنت المتحكم في حياتك وأنت اللي حتقودها من هنا لقدام. في الدائرة دي أنت هتخد الجوانب المهمة في حياتك، تبتدي من الجوانب الروحانية، بتشوف انت يعني عايز تعمل شنو بالضبط، علاقتك كيف مع الخالق، بتقيمه، بتعتبر انه احسن حاجة 10 من 10 واقل حاجة 0، وبتكون يعني بكل الترانسبيرنسي والشفافية بتاعتك انت وخاصة جدا بك، فإنت تقعد مع نفسك وبكل شفافية بتقيم نفسك في كل جانب من جوانب الحياة المهمة جداً لي. فبتشوف روحانياتك
تديها كم من عشرة؟ الجانب الصحي هتديه كم من عشرة؟ بتشرب كم معلقة سكر في الشاي؟ الجانب العاطفي محتاج تتواصل مع الناس، محتاج ترسل مسجات طيبة لزول، خد يعني قيم. المعرفي محتاج تعرف شنو أكثر. الجانب المادي منظره عامل كيف. الإبداعي ما نهمل الحتة دي، كلنا محتاجين إنه يكون في يعني القليل من الإبداع في حياتنا والفنيات دي. المحيط بتاعك محتاج تغير فيه شيء. المحيط دي ما قلنا يعني الواحد محتاج يغير البلد اللي هو فيه أو البيت اللي هو فيه، ممكن يكون يعني عايز ترتب أوضتك زيادة، عايز تخد فيها زرعة، أي حاجة بسيطة يعني. ما تفكر في الحاجة دي كأنها يعني ميجر تغييرات كبيرة جدا إحنا مفروض نغيرها. نبدأ دائما زي ما بقولوا بيبي ستيبس، خطوات بسيطة جدا جدا. طيب بعد ما تقيموا الجوانب دي كلها، تدي روحك كم من عشرة في كل واحدة، بتقعد كده بالراحة جدا مع نفسك وبتكون صادق جدا جدا، وبتخد يعني هدف واحد بسيط لكل واحدة من الجوانب دي. ما انت خلاص ده الديركسون بتاع حياتك وانت عايز تبتدي تقودها. يا جماعة الإحساس بتاع الأتشيفمنت بتاع الإنجاز ده دائما بيولد بعده واحد تاني. يعني كل ما انت تخطو خطوة واحدة صغيرة هتلزك انك انت تعمل البعدة. وزي ما قلت ما تعجدوا الأمور، ما تفكروا انه دي يعني major changes. أبدأ بحياة بسيطة. spirituality دي كويس، خد انك انت عايز لما تصحى الصباح تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده هدف. وده لما تعمله حيلزك انك تعمل هدف تاني. الفيزيكال الويلبينج، بتشرب كم معلقة سكر في الشاي؟ تقول انا من بكرة هشرب 2 بدل 3، ده هدف. ولما تعمله حتتبسط، ولما تثبت عليه وحتتبسط اكثر وحتعمل الواحد اللي بعده. ففي كل واحدة من ديل احنا ديفينتلي بنقدر اننا يعني نبسطه وناخد فيه خطوة واحدة صغيرة كل يوم. ممكن انت يعني تحس انك انت مشيت خطوة لقدام كل يوم. خدت الاهداف بتاعتك تكون ريزنبل، حاجة هتتحرك لقدام يعني كل يوم او كل اسبوع او كل شهر، حتى لو خطيت تارجت لسنة. المهم انك دائما تكون حاسي انه انت متقدم وماشي لقدام. لازم لازم زي ما مارتن لوثر كينج قال إنه whatever you're doing you have to keep moving forward. لازم نفضل إحنا ماشيين قدام عشان نبنيهم إن شاء الله. فشكراً دكتور أمجد، وده كل اللي حبيت أشارك به الليلة. ممكن نفتح الباب لو في زول عنده سؤال أو حابي نرجع لنقطة معينة. ما يا أخي تحية لدكتور أمجد إبراهيم الحبيب، يا ريت لو كان معنا في الويبينار ده. الله يديك العافية أستاذ عوي. يعني صراحة ويبينار ممتاز جدا وفيه تولز ممتازة. متأكد أسي الناس الموجودين معنا في الجلسة هنا في الزوم والناس المتابعين عبر الفيسبوك يكون عندهم كمية بتاعت أسئلة. أنا حتى لي زي شوية نقاط كده فعلا. أنت لما قلت إن والله في حاجات في الابتدائي مثلا لما في سنة 5 ابتدائي الزور ممكن تعلق معه، وأنا الحقيقة في حاجة زي دي علقت معي في سنة 5 ابتدائي. أنا بتذكر في كامبوني بور سودان كان عندنا زي هاي والله الكلام ده بدري شوية، فكان في مطلوب مني أن نمثل المسرحية عبد القادر إمام وتحبوبة، كانت موجودة في المنهج المحاكمة بتاعته أمام القاضي الإنجليزي وكده، فكنت مثلت الدور ده. بتذكر أنا في اللحظة اللي بتكلم مع القاضي الإنجليزي اللي هو واحد من زبلاني وكده، يعني إحساس جوا إنه والله أنا داير أعمل حاجات كبيرة، يعني أدافع عن البلد وأقدم للناس وأخدم الناس وإلى آخره، يعني أكون spokes person on behalf of يعني community ولا كده. الحي ده أنا مستكة معي من الوقت ذاك. لكن برضو أخذت برضو نقطة تانية اللي هي الحتة بتاعت ال 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 هي كانت defining moment أكيد. defining moment بالنسبة لي أنا مذكرة كويس، يعني الحتة بتاعت اللغة، إنه اللغة بتاعتنا نحنا لغة سالبة جداً، وانه والله دائما هاي لو جيت لزور قلت له انا والله نجحت بقول لك الضاف طوالي متوقعين. بتذكر دكتور حيدر ابراهيم علي عنده مقال مشهور، هو عالم انثروبولوجي، بيقول انه الشخصيه السودانيه مشروع شخصيه اكتئابيه، يعني دائما جاهزين لانه نكتئب اكثر مما جاهزين انه نفرح. وبيت الشعر اللي بيحفظه كله سوداني، يعني بيت الشعر هو بليغ جدا لكن متشائم جدا، اللي هو إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، مقال لحفاة يوم ريح اجمعوه،
منطقي يعني حاجة كده بطالة جدا جدا. فالموضوع بتاع التخصص تحديدا أستاذ أنا دا رجع له إنه الزول لما يجي يختار التخصص بتاعه شنو الستبس الممكن يخدها في باله؟ يعني لو ما أنا دا كوالد داير ولدي ولا بنتي تكون طبيب ولا مهندس، ولا لو ما أنا دا كزول امتحنت شهادة داير أحدد الشغف بتاعي، هل التوزي أبليكابل لناس صغار في العمر يعني في تانية ثانوي تالتة ثانوي؟ أكيد كلها يعني ممكن تستعمل ذاته للتينيجرز عديل ممكن يبتدوا بها، لأن يعني زي ما قلنا هي ممكن يكون فيها يعني حاجات كبيرة جدا جدا، ممكن تكون أهداف بسيطة جدا جدا. يعني الحتة بتاعت إنه البوتنشال بتاعه هو شنو والحاجة اللي هو حاب إنه يعني يعيده، يعني الشاب دائما أو الشابة زي ما أنت تفضلت يعني التأثير بتاع الأب عايز شنو والأم عايز شنو طبعا قاعد بيكون، كل الاحترام لهم وكل التقدير لهم ولأنهم عايزيننا نكون أحسن ناس وكده، لكن كثير جداً الإكسامبلز بتاعت الناس المشت عشان رغبات أهلهم وفي النص سابوا الحاجة أو فضلوا عمرهم كلهم يعني ما قادرين يستمتعوا بحياتهم لأنه حسوا إنه ده ما كان قرارهم هما، إنهم عملوا كيس عشان يرضوا والدينهم وكده. فأول حاجة بنشجع أولياء الأمور إنه يعني رجاء يعني أتيحوا الفرصة وزحوا يعني أدوم السبيس إنه هم يختاروا الحاجة اللي هم نفسهم فيها، والأعمل ما في وسعك إنك أنت تدافع عن فكرتك وإنك أنت تقنع والديك ديل إنه دي الحاجة اللي أنت عايز تنجح فيها ودي الحاجة اللي أنت عايز يعني تشوف طريقك في اتجاهها. يعني طيب لو في زول من الحضور الموجودين هنا ده داير، أنا شايف برضو الصديق العزيز محمد عبد العزيز هو زول بيزنس مان ناجح جدا ما شاء الله وعنده كارير ممتاز، احنا عايزين الاكزامبل هاي الاكزامبل الناجحه دي، بزنس مان ناجح يعني جينا طالع كده يا دكتور واعمل لنا عنهم يعني كل زول يكون في زي بريف فيديو صغيره عن النماذج دي عشان تفضل يعني تفضل محفزات للباقيين ان شاء الله. احنا طبعا يعني قبل السيمينارات بتاعت الباحثين السودانيين دي كان بدينا السلسله برضو بتاعت تيدكس، ففي السودان استضفنا تجارب ناجحه جدا جدا، لكن اعتقد انه ناس الاعمال تحديدا كل واحد فيهم داير يحافظ على الخلطه السحريه بتاعته السيكريت صوص، كل واحد فيه مسنجر فوق خلطة كنتاكي وماكدونالدز ما دار يتشارك مع الناس. يعني انا بالنسبة هو احنا ما عايزين انه يدينا السر، احنا بس عايزين يعني عايزين انه يطلع قدام بس يعني يقول انا هنا وانا نجحتها. نعم. دي بس برا كفاية يعني، لانه كل زول حيكون عنده ابداعات هو وحيكون عنده يعني لانه كلنا ربنا خالقنا بمميزات وكلنا بنقدر إننا يعني بس عايزين بوش صغيرة كده، عايزين نشوف إنه الحياة دي possible، إنه الحياة دي ممكنة، إنه في ناس نجحت قدامنا، وبعد ذاك يعني الفيجواليزيشن التخيل والتصور بتاع إنك أنت تشوف روحك في المكان ده ويمكن كمان فايته، وتكون دائما بتسجل وبتدون أفكارك وأحلامك في ورقة وقلم وتبقى جادي وكوميتد للخطوات الصغيره المفروض تاخذها كل يوم. طيب الاكزامبل مهم جدا والرول موديل والقدوه مهم جدا جدا. بتذكر زميلنا كان في جامعه الملك فيصل الاستاذ محمد هو من منطقه الجزيره، وبتذكر قال انه مشى كان كموجه تربوي لواحده من المدارس وسالوا الطلاب يا طلاب انتوا دايرين تطلعوا شنو لما تكبروا؟ والقرية كان الظاهر قرية مرتبطة برئاسة مشروع الجزيرة، فمعظم الطلاب كان الإجابة بتاعتهم أنا أطلع غفير لأنه الرول موديل اللي شايفه قدامه زول غفير، إلا باستثناء واحد بس أنا بتذكر الحكاية دي كويس، قالوا لا ده أطلع بوليس عنده عمه بوليس ولا حاجة زي دي. فالرول موديلز ما موجودة حوالينا الشباب تحديدا خصوصا في الفترة اللي فاتت دي، كان يعني هجرة بتاعت أدمغة كبيرة جدا جدا. طبعا ما يعني ما بنعمم، ما بنقول انه والله كل السودان ما في رول موديل، في ناس والله علمونا ويعلموا حاجتين على جائزة نوبل خارج السودان،
لكن بصورة عامة بالذات في المناطق الريفية وكده بتلقي إنه الناس طموحها ضعيف بسبب عدم الإكسبوجر، ما شايفين نماذج قدامهم. ففي حالة زي دي يا أستاذة مي، صحيح، غير المنهج التعليمي دي المشكلة الناس يوصلون كيف؟ إعلام ولا شنو؟ طبعا هسي اللي بيحصل الايام دي يعني من المميزات بتاعت الجائحه بتاعت كورونا دي انه هو سهلت التواصل بالصوره دي، يعني بقى في هو الناس بتعمل سيمينارات فيديوز بتتخطى، ممكن الحياه دي تترسل وبتصل اي حاجه اي حته. وبعدين يعني احنا ان شاء الله معولين انه الاعلام يبتدي يشد حيله في السودان، ولانه التلفزيون القومي والراديو يعني عليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا، لأنهم بيصلوا أي حتة. القرى البعيدة جدا دي لسه ما في 900 شانل قدامهم نتفليكس، وما شغلين وقتهم بحاجات الفعل ما مفروض تكون شغل وقتهم. عندهم قناة يعني التلفزيون السوداني ده أو الراديو ده الحاجة الوحيدة اللي بتصلهم وبيسمعوها يعني. فبتمنى انه ان شاء الله الحياة دي يعني الناس تشتغل فيها بسرعه، لانه دي اسرع الطرق يعني. طيب، في من الاسئله الكثيره جدا اللي بتجي في مجموعه الباحثين السودانيين ولها 10 سنوات هسه حاليا، بقول يا اخوانا والله مستك انا هسه دخلت سنه ثالثه في كليه الطب، لكن انا والله بحب الاداب، بحب اللغات مثلا. فالناس يا هو بيقول لك يا اخي افتوني ولا وروني اعمل شنو، وهو بيجي لمجموعة علمية بحثية فيها ناس عندهم خبرات على أساس إنه يسأل. أنا شخصياً رأيي الشخصي إنه كويت طوالي، شفت اليوم اللي حسيت في إنك إنت ما داير تواصل في الهندسة المعمارية ولا الطب، طوالي مش قدم استغالتك من الكلية قبل ما تعمل إيش. طبعاً معظم الناس بيقول لي هذا كلام راديكال، وإنه الزول ياخد سنة ثالثة باقي له سنتين أو سنة رابعة باقي له سنتين. أنا بقول لهم إنه حيكسب الزول ده، ما حيخسر ثلاث سنين، الزول ده حيكسب باقي الزمن اللي كان المفروض يقضيه في الحته دي قبل ما يبدا في حاجته في دايره. ايه رايك، شنو هالراي ده، راديكال ولا حاجه حقيقيه؟ هو طبعا سؤال مهم جدا، وزي ما قلت يعني ناس كثير بيواجههم. الحاجه الجميله انه احنا من الاول نكون مقتنعين انه يعني احنا مختلفين، اي زول ما زي الثاني، كلنا بنفكر بصوره مختلفه، كلنا عندنا يعني values مختلفه، هي الحد تسهل لنا قراراتنا، وكل واحد بيكون في المكان الصح في الوقت الصح زي ما بقول. فديفنتلي يا دكتور، في ناس كتار جدا عملوا الحاجة اللي انت قلتها دي، زي ستيف جوبز وزي يعني المشاهير الكبار ديل، كلهم فجأة قرروا يحطوا النقطة كده ده ويعملوا 360 درجة بتاع التغيير. فديفنتلي في أمثلة كثير جداً بتاعت ناس نجحوا بس لأنهم أخذوا القرار ده، لكن ما بنقلل من قدر يعني صعوبة القرار. القرار صعب جداً جداً، ولو ما أنت واصل ليفل معين بتاع وعي وإدراك ويعني سيطر على حاجاتك، الديركسون اللي قبل شوية ده أنت ماسكه وعارف اكزاكتلي تعمل شنو في على اساس القرار اللي انت حتقرره، صعب انك تاخذ القرار ده. لكن ديفينتلي هو في النهايه هو القرار اللي ممكن يكون اسلم، لكن ما بنستعجل له، لو ما بقينا ريدي ما بنقدر ناخذه. ممتاز. طيب، بالنسبه للناس اللي بتابعوا في الفيسبوك يا اخوان، عندكم اسئله مكرره غطتها استاذه مي في البدايه، فبعد ما ينتهي اللايف حيكون محفوظ في المجموعه ويكون موجود في مجموعه الباحثين السودانيين في اليوتيوب، ممكن الناس تحضروا عشان بس من الكلام ما يتكرر. عندنا هنا ده في الجلسه في استاذ عز اللمين رابع يده، وبعدها استاذ ريم فيصل الليله شرفتينا في السيمينار. تفضل يا استاذ عزه. ازيكم؟ مي كيفك؟ اهلا وسهلا. الله يخليك يا دكتور. والله مي يعني الحمد لله حضرنا معاكم، صراحه يعني it was an amazing يعني سيشن، ومفيد وجميل جدا جدا. أنا عايز أعقب على كلام دكتور أنوار بتاع إنه الزول ونس إنه هو قرر إنه هو الحاجة دي هو ما دايرته كويت. أنا في الحتة دي I kind of disagree، يعني from a personal experience مثلا أنا عملت engineering،
انا ما كنت بحب الانجينيرنج شديد، يعني انا ما حقول في الكليه والله اي انجويد ات وشفت روحي كمهندسه كبيره بعد ما اخلص، انا ما شفت روحي كده. لكن المهم انا خلصته ودخلته لانه انا بس كنت كويسه في الماس وفي الفيزيكس وكده. لكن في الشغل انا ما اشتغلت بالانجينيرنج اساسا، لكن استفدت كثير في ماي بروبلم سولفينج ابيليتيز، يعني هو زاد لي المقدره في الشغل على انه انت تفكر في كيف تحل مشاكل الشغل ذاتها في البزنس يعني. فبفتكر اي ديسيبلين الزول بيقراه حتى لو قرر بعد ذاك انه هو حيغيره، هو ديفينتلي حيستفيد منه. البقرة طب وحيمشي يبقى مثلا بزنس مان، حيعرف يعمل بزنس في شنو in relation to to حاجة بتخص يعني الدكاترة ولا كذا، whether medical ولا whatever. فبفتكر انه بيفيد الزول. اكيد تمام. انا طبعا يا استاذ عزة، يعني قبل ما استاذ ميت تديك هنا يا باشمهندس، انا متاكد انه اي حاجه هاز ريزون، يعني اي سكيل ولا اي تول ان احنا بنستخدم بنفهمها بتزيد الاويرنس بتاعنا، بيساعدنا في البروبلم سولفينج، في الديسيجن ميكينج، في الاخرين. لكن واي نوت فارماسي؟ ما ممكن كانت تكوني ممتازه في الفارماسي. واي نوت اسمه شنو ده بويتري، كانت تكوني شاعره عظيمه. ما انت بتتكلم لكن على البيست سيناريو، هو البيست سيناريو ده ما قاعد يحصل كده. هاي البيست كيس سيناريو ما حيحصل نهائيا، الا لو الزول اتبع شغفه والزول محتاج يعمل انفستمنت في انه والله انا هاو تو فايند ماي باشن ان لايف. انا من الحاجات اللي ما بنساها كله في 2011 كنا منظمين تيدكس في السودان، وسالت واحد من السبيكرز انا ما حاسميه، قلت له يا اخ وات از يور باشن ان لايف، انا بهتم ان الناس اللي حوالينا اعرفهم. فالاجابه بتاعته صراحه استرك مي لحد اللحظه دي. قال لي يا اخي انا ام باشنت اباوت ماي وايف. لحد اللحظه دي انا راجعته بالمناسبه الزول ده السنه اللي فاتت، قلت له اسمع ابن الحلال لسه ار يو ستيل باشنت اباوت يور لايف يور وايف؟ ما غيرت رايك. هاي قلت له وايف ولا لايف كده هنا اقول لي. فالزول ده لحد اسي، وصراحه يعني دي ساد فيري انسبيريشنال، وانا حادعيه ان شاء الله لسيشن. هو زول ماركتي خطير جدا، وزول رائع وناجح جدا. اظن بياكد المثل بتاع هابي وايف هابي لايف. المهم فاعتقد انه الحته دي الناس ما قاعد تعمل فيها انفستمنت مناسب، وعقليه الضحيه اللي احنا عايشين فيها بصوره ما طبيعيه في السودان. والله يا اخي الدعين، والله يا اخي مسكين، والله يا اخي حتى يعني في التربيه بتاعتنا احنا، الطفل لو وقع في الواطه بندق الواطه، الطفل لو ما نجح يقول لك والله قصدي انه انا عندي اكسبيرينس شخصيه مع ولدي، يعني انه بيلعب كوره مع زملانه بتاعه، فزملانه دخلوا جون فيه، هو قال له والله ما جو. قلت له ولدي الكوره دخلت جوه المرمى هناك، انت ما دايره تكون جول، لكن هي جون دخلت، لازم تعرف تتعامل مع الحقائق، يعني تفرق بين رايك وحقيقي الى اخره، مش كده؟ فطيب استاذه ريم فيصل، معليش انا مي معليش لو اسعقب على النقطه دي قبل ما ريم تخش. لا يعني هو زي ما تفضلتوا انتوا الاثنين، يعني بس هي اهم حاجه احنا دائما بن يعني ننبه على انه زي ما قلنا الحسره والندم ده ما من شمات الكرييترز، اوكي؟ دائما ما نتحسر على اي شيء فات، دائما نقتنع انه احنا اللايف دي از ا ليرنينج جيرني، احنا ماشيين في رحله بتاع التعلم. اي حاجه كان خير كان شر احنا حنقبلها وحنعتبر انه احنا يعني هي كانت موجوده في حياتنا لفتره لسبب مهم جدا ولسبب جميل جدا واستفدنا منها. يعني حتى اللي بيقرر انه بعد 3 سنين انه يوقف ويشوف ميجر ثاني، هو يكون شاكر جدا لل3 سنين دي لانها اقنعته انه ده ما الحاجه اللي هو عايز يعملها ووقف. او حتى القرر انه يعني استبسل زي ما عملت يا عزة ويحس انه لا وانا بديت حاجه حتمه، ده برضو يعني يكون يعني شاكر جدا للتجربه دي لانه يعني اثبتت له انه هو عنده عزيمه قويه جدا وانه هو يعني قادر تفوكس لغايه ما يخلص الحاجه هو بدا. ففي الحالتين احنا بنقول اوكي. يعني تفضل يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. أول حاجة شكرا جزيلا لدكتور أنور، يعني كل الإيفنتس بتاعتك يعني great وممتازين، لكن بالذات الليلة يا أستاذة مي أنا استمتعت جدا بالمحاضرة حقتي from A to Z يعني.
كلها inspiring, knowledgeable, motivational, كلها حاجات جميلة. زي صوتك بعيد شوية. خليني أطلع الكاميرا يمكن. لا صوت كويس بس كان بعيد شوية. أوكي. حسب يعني عرفتك يعني وتعاملتي مع سودانيين كثير, أكثر حاجة تفتكري يعني الشباب السوداني المفروض تفوكسوا عليها هي شنو؟ يعني كمجال ولا ك ك كهابت مفروض يتخلوا عنها مثلا؟ ايوه, حاجه مفروض يتخلوا عنها وحاجه مفروض يتخلوها. يعني انا مثلا في بعض المقابلات مع الشباب, وممكن دكتور انور يدينا برضه فكرته لانه اشتغل معاهم كثير, اكثر الحاجات اللي بتقابلنا كانت هي الاحباط. يعني تبدا الواحد محبط, تقول له مثلا خد فلان عشان تلقى الشغل, يقول لك يا اخي اخد فلان لشنو؟ انا اصلا يعني ما حالقاه, واصلا يعني لو خطيت خطه الخطه دي ما حتمشي لي قدام. بس كنت عايزه اخذ اعرف Where should we focus to enable طيب شكرا لك على السؤال, لأنه سؤال مهم جدا. هو زي ما أنت قلت, يعني المشكلة الكبيرة بتاعتنا وبتاعت شبابنا الإحباط. كويس, ما كان في examples قدامه, في ضغوط كبيرة جدا ما ممكن يستهون بها, يعني العوامل كلها الحياة كلها ضدهم. لكن بنرجع نذكرهم إنه مستحيل أنت تقدر تنجز. كويس, مستحيل تقدر تركز لو انت محبط. الاحباط عباره عن ديستراكشن. يعني انت لو عايز تركز وتنتبه في الحاجه بتاعتك لازم تتخلص من الاحباط ده. يعني بس بسؤال بسيط جدا, يعني انت حتستفيد شنو؟ يعني لما نفضل ناقمين وبنفكر بس في الحاجات اللي احنا ما قادرين نصل لها وكده, طيب ما في حاجات بنقدر نصل لها. يعني شفتي اي نجاح زي ما قلنا في الويل اوف لايف دي, اي نجاح اي achievement اي خطوه هي نجاح, سواء كانت يعني حاجه كبيره جدا هم قدروا يحققوها او حاجه صغيره. فبنقوم نحفز الشباب ده انه يبتدوا بخطوات صغيره جدا في جروبس, هم يعني مثلا يتلموا مع بعض ويقرروا انه هم يجتمعوا اسبوعيا يناقشوا موضوع كتاب عايزين يقروا اي حاجه يعملوا. يعني بس هي عايزين نخلق عندهم إحساس إنهم هم يخطوا هدف, يخطوا حاجة ويستمروا عليها وينجحوا فيها. بس إحساسهم إنهم هم قدروا يعملوا الحاجة دي حيمشيهم لقدام, وحيكسر عندهم قصة إنه هم يعني ما قدامهم أي حاجة, ما في إيدهم أي حاجة إنهم يعملوا أي شيء. فبيبي ستيبس, يعني أهم حاجة الحياة تكون مقسمة لحياة صغيرة. سؤالك الثاني هو يعني حاجة مفروض يتخلوا عنها. أنا دائماً بتكلم في الحياة دي لأنه بحس إنها هي مش إحنا بس السودانيين, يعني عموماً عطلت شعوب كثيرة جداً, لكن عندنا مستفشية أكثر قصص الجادجمنتس. يعني باي ديفولت كده بنحب نصدر أحكام, وده شاطر وشينة ودي شاطرة ودي غبية. يعني منصبين نفسنا قضاء كده, وكأنه إحنا أحسن ناس وأفهم ناس ومستعدين نفتي في أي وقت. فكل ما إحنا تخلينا عن العادة دي, لأنه الجوجمنت دي بتعمل زي حواجز بيننا وبين المعرفة وبين الناس وبين يعني بيننا وبين خير كتير جداً. قدر ما إحنا حنخلي الجوجمنت دي وحتساعدنا في حيات كثيرة جداً. السلام حيحصلوا, حتحصل حيات كثيرة حلوة لو تخلينا عن العالم. تمام. في زور رسل لي في البرايفت بيقول إنه والله أخي ممكن تأخذون أنا كنموذج. يعني أنا يعني قطعت شوط كبير جداً في مجال, وأنا بحب مجال تاني. طبعاً أنا هنا بقوم بديهم طوالي النصيحة بتاعتي الراديكال. كويت طوالي أسي دي بضيع زمن زيادة وأمشي أرجع. It's never too late. يعني لو قعدت في المجال ده 50 سنة وجيت سينير ودايركتر وبتاع حتى بيزنس أونر, أنت ستيل محتاج إنك تقوم من الصباح. أنا أسي دي أنا very passionate about helping people. أنا بحب أساعد الناس بصورة عامة, وكمان مجالي هو الإديوكيشن والريسيرش, بحب أساعدهم في الإديوكيشن والريسيرش. والحاجة دي بلقى نفسي كل يوم motivated.
انا ممكن اعمل 50 سيمينار في اليوم، ما اصلا ما بزهج وبحب التعلم. كل يوم اقعد واجهز سيمينار واتكلم مع استاذه وبتاع والكوردينيشن والحياة، ما عندي مشكله في الموضوع ده لان انا عايش الباشن بتاعي الحمد لله رب العالمين. فالزول الثاني ده لو داير يعيش الباشن بتاعه يور اونر ان يور فاليو، رايك شنو يا استاذ مي؟ الزول ده قال لك قطع شوط مشوار، قطع شوط مشوار وعارف هو عارف طيب عارف هو عايز شنو عارف يجيب له يعني شنو الفاليو الثاني لم هو عارف انه داير يساعد الناس عبر مجال طبي ولا كده. هو اللحظه اللي حيكون فيها ريدي هو حياخذ القرار. اوكي اكيد يعني... هو بلام لغايه حسي ما اخذه معناه هو ما ريدي. يعني شوف انت بتقول ليه كده، لانه انت الحاجات كتير عندك، وزي ما قلت انت دائما بتفكر في الباشن بتاعك. لكن اي زول بيكون يعني واصل الحته الاظن عليه، لانه واضح انه هو لسه ما ريدي. طيب دكتور محمد حسن محمد طه، الدكتور الجميل. السلام عليكم دكتور أنوار. السلام عليكم أستاذ مي. والله في البداية يعني دار أقول جزاك الله خير يعني أستاذ مي على المحاضرة والندوة الشيقة جدا جدا. الله يبارك فيك. يعني أثارت فينا شجون يعني. و يلا كل الثلاثة حياتي لازم تعملوها يعني، ما تكونوا بتسمعوا بس. والله ويعني وبرضو خالص الشكر والله لمؤسسة الباحثين السودانيين يعني اللي هي الآن بقت منصة بتاع التعلم في زمن صعب جدا، زمن الكورونا، ودوما والله بدون بريق أمل. أنا في تقديري يا دكتور أنور نحن نحتاج يعني نكثر من أمثال الله من مثال الندوات الزي دي، يعني خاصة في زمن يمكن في جزء كبير يعني من الشباب بيعاني من الإحباط. فياريت لو يعني كترنا منها بيكون كويس يعني، بعد موافقة الأستاذة أمل وزملاء وزميلاتها. أستاذة مي طبعا أنا أوريك بس حاجة بسيطة قبل ما احناي. أنا أول مرة لقيتها مي عاطف هنا في الدوحة قطر، لقيتها أيوة. في اللي هو السيمينار الشهري بتاع السودانيس بروفيشنال اسوسيشن هنا في الدوحه. ايوه صراحه انا استمتعت يعني، كنت مذهول تماما بورشه العمل يعني، كانت انتراكتيف بتديك حاجات. وانا قلت حصوت لك يا دكتور بس عمر البشير صدت لك، انا كنت حصوت لك. الله يديك العافيه صراحه. كل انا حصوت له طعم الاستاذ زولا عنده عطاء رهيب جدا جدا، فمتاكد انها أيوة. بس حتامن على كلامك ده بتاع انه يكون في سلسله بتاعت أيوة. ترينينجز زي دي ورجع عمل على اساس انه يعني تعمل لك كده. معلش واضح الحاجه اللي دار علق عليها اللي هي مثلا التخصص يا دكتور انور، انا بفتكر انه انا بشبهها باليوتيرن. يعني لو استعمل يوتيرن كل ما عملت يوتيرن في مسافه اقل كل ما كان افضل. فانا اتفق تماما اذا كان الطالب أو الشاب يعني مشى في تخصص ويفتكر إنه التخصص ده هو ما عنده بشن تجاهه، هو ما حيبدع فيه، الأفضل تماماً ياخذ قرار ويمشي لحاجة هو بيبدع فيها، لأنه يعني الحياة الواحد ما بتستحق إنه يعيشها زي ما ذكرت يعني أستاذة مي، يعني يعيش حياة تقليدية. يعني إحنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا واستخلفنا في الأرض على أساس إنه معمرة يعني، وبنعمرها بالعطاء وبنعمرها بالحاجة اللي احنا يعني اللي بيكون عندنا فيها بشن تجاهها وبنحبها. النقطة الثانية نقطة عقلية الضحية دي مشكلة كبيرة جدا، يعني احنا بنحتاج نشتغل عليها بمختلف بديفرنت ليفلز. يعني ممكن تكون البدايات بويبنارز زي ما موجود الآن، الصحفيين برضو ممكن يساعدوا كثير جدا، القنوات التلفزيونيه والاعلاميه يعني زي ما ذكرت الاستاذ مي يعني عندها دور مهم جدا. يعني انا ما اقدر اقلل من جهودها ولا اقدر اقول انه والله مثلا يعني كلها ماشيه في اتجاه محدد، يعني مع احترامنا لكل الرغبات بتاعت الناس يعني، لكن انا افتكر ما قدم الان هو مطلوب على كافه المستويات، على مستوى الاعلام، على مستوى القنوات، الصحافه، والآن دي بقت مهارات حياتية
مهمه جدا للغرنا ال21. يعني الناس بتتكلم عن الفور سيز, يعني من ضمنها كريتيكال ثينكينج والكوميونيكيشنز والسوفت. برضو في مناهجنا دكتور انور يعني الحاجات دي جدا, يعني يمكن الان وانا لاحظتها كثير جدا في شباب, الواحد بيكون يحمل من التخصص ويحمل من الدرجات العلميه, لكن لما تقول له مثلا انتروديوس يور سيلف فكثير جدا يعني ما بيقدر ينجح احد. اي والله يعني انا ما اقدر اظلم, في صح في ناس يعني بيقدموا نفسهم بصوره كويسه, لكن كثير جدا فيه ال فجزاك عملنا سيشن طبعا يا دكتور عن هاو تو انتروديوس يور سيلف حقيقه. ايوه موجوده, وكان سيشن عن اللينكدين برضو من الحاجات المهمه جدا. نعم, تكتب البروفايل بتاعك في لينكدين. احنا بنحاول طبعا بنوازن ما بين يعني الريسيرش والتولز والسكيلز في الريسيرش والتعليم, لكن برضو السوفت سكيلز الثانيه مطلوبه للامبلويبيليتي والكومبيتيتيفنس في الماركت بليس. يعني يا دكتور انور, انا بدي ارد عليك زي المشاركات التلفزيونيه, ممكن زوجتي تشارك؟ اي طبعا يعني تفضل ان شاء الله تكون باشين اباوت هير زي ما هم زوجتك دي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا استاذه مي, وشكرا يا دكتور انور. انا شخصيا قاعد استفيد كثير وقاعد اكون متابعه, والحمد لله كل ما زمن مشى كل ما جددت لنا بحاجات بجد مهمه ومفيده. النقطه الوحيده دايره اقولها, مرات لما الناس اللي حواليك يكونوا ما شايفين رؤيتك ممكن يكونوا مدمرين ليك, والحاجه دي يعني اساتذتنا حتى في الجامعات لما انت تتكلم برؤيه هم ما عندهم ممكن يكون ردهم يعني محبط حتى للفكره قبل ما تطلع اصلا. والكلام ده ممكن محمد يكلمكم عنه, وذاته في الجامعة قبل كده يتكلم عن رؤية التعليم الطبي ويتكلم عن كده يعني لدرجة إنه الناس في القاعة ضحكوا من الموضوع, يعني عن الصورة التقليدية لمحاضراتنا, الصورة التقليدية اللي إحنا بيدرسونا بها إلى اليوم, ليه لأ؟ والحاجة دي بجد ما العقلية ما بتستوعب إنه أنت كلامك ده ممكن يكون صح, بس أنت ما عندك الفكرة اللي أنا بتكلم بها أو ما عندك الفهم بتاعينا ليه قلت كده. اسمعني على الأقل وفكر في كلامي, ممكن تقول لي أناقشك مرة جاية أرد عليكي ليترون. لا 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 لا, الكلام ده ما بينفع, ده جبتي من وين ده؟ والله بجد ممكن يكونوا هم ذاتهم محبطين, بدل ما يكون الجو بتاعنا في الجامعات مشجع بيكون مرات الجو محبط جدا يعني. فالنقطة دي إن شاء الله تذكروها لنا اللي قدام, وجزاكم الله خير وشكرا كثير. شكرا دكتور انور, شرفنا بكم والله يا خير. راوية شكرا, شكرا يا راوية. احنا هنعمل مره سيشن عن النوع اللي تبغي انه الناس اللي تشتغل من غير يسوي كده ويعني يفرض رايه ويخط اراءه بصوره جارحه جدا. ودي حس الأيام دي يعني قاعد نشوفهم كثير, يعني أي زول بفتكر إنه هو رأيه بس هو الصح, والمشكلة إنه طريقة طرحه حادة جدا يعني, وما بن يعني ما بنعمل حساب إنه يكون سينسيتيف للناس اللي حوالينا, وإنه زي ما قلت يعني ما بنراعي لحيات كثيرة جدا. فإن شاء الله واحدة في السيشنز الجاية نتكلم على البرسويترز ديل. أنا تذكرت في الدراما تريانجل اللي عرفنا, ذكرتني طبعا قصة حكى لي واحد زميلي, كنا في زملاء قاعدين بيتونس, فقال هو كان في كلية الاقتصاد في واحدة من الجامعات ما حاذكرها, فقام زميلهم في المحاضرة كان عن التأمين في الاقتصاد, فالأستاذ قال إنه شركات التأمين هي بتديك يعني compensation لو حصل لك أي حاجة دمج أنت كنت مؤمن معهم, فقام واحد زملاء زميل رفع يده وقال ها شركة التأمين ذاتها لو قام حصل لها مصيبة هي منو اللي بيعوضها؟ فقام الأستاذ قال له يا أخي شركة إعادة التأمين الري انشورنس هي اللي بتعوضها, فقام قال له طيب ها شركه الري انشور, قال له اطلع برا. فسالت زميلي ده هو اساس اقتصاد يعني, فقلت لها طيب شركه الري انشورنس دي بيعوضها منو يعني؟ قال لي انت زادك اطلع برا. اي نعم يعني قاعدين في قاعده بتاعت ونسه وكده. فالشاهد في الموضوع انه في حاجات كثيره بعض المرات الاستاذ بيحد من الايماجينيشن الكرياتيفيتي والانوفيشن بتاع الطلاب بانه بيخفي الجهل بتاعه ولا عدم معرفته ولا بتاع, مش بانه انا ما عارف والله ياخد موضوع جميل ممكن نمشي نفتش عنه ونعمل عنه سيمينار, لا
بانه يكفل طوالب بعنف، يحاول تو استابليش الاوثوريتي بتاعته بانه انت دار تقعد تجرجرني ودار تختبرني وكده والى اخره. صحيح. نعم. شكرا يا دكتور. النقطة دي أنا مهمة جدا ومراد أتكلم فيها يعني مش مع الأساتذة في الجامعات بس لينا كلنا مفروض ننتبه لها كأولياء أمور كأباء. يعني إحنا قاعد نرسم لأطفالنا صورة خاطئة عن الأب والأم، يعني كأننا إحنا يعني سوبر هيروز والدنيا دي يعني احنا مجضمينا وبنعرف فيها اي حاجه واي سؤال هم ممكن يسالونا ليه، واحنا بنفترض انه لازم يكون عندنا جواب. يعني اهم درس ممكن نعلمه لاولادنا انه تقول لهم يعني تكون صريح جدا، والله ما عارفه كده هشوف الحاجه دي وارجع لك، زي ما انت بتقول لزول لو في ندوه او في اي حاجه والله انا اي ويل تشيك ذا بوينت دي اند اي ويل جيت باك تو يو. يعني للاطفال نفس الشيء، يعني انت لما تقول لهم كده انت بتعزز عندهم فكره انه والله ابوي ولا امي دي زول طبيعي، يعني يعني في حاجات عارفه وفي حاجات ما عارفه، في حاجات حيسال منا ويرجع لي ثاني. لكن لما نخليه يتخيل انه هو مفروض يكون كزول راشد او بالغ مفروض يعرف اي حاجه، بعدين لما نكبر ويجي روحه ما بيعرف اي حاجه حيحبط ذاته او حيشك في نفسه. لازم يكون كذاب يعني مدعي. انا سي بلعب مع اولادي ببجي، علموني لها قريبات دي، فطبعا انا يعني جهلول تماما بالجيم والحياه دي، فبقول لهم علموني دي بعملها كيف، بيوصفوا لي دي سويها كده، لكن فيما بينهم بيكون بيضحكوا قر 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 قر، لانه في الغالب بيكون الفكره بتاعته انه بابا لازم يكون عارف اي حاجه، وانا بحاول اعمل انفسس في حته انه بابا ما عارف اي حاجه في حياته، علموها له انتوا زي ما هو بيحاول يعلمكم يعني. طيب مظفر، مظفر خليفه تفضل. السلام عليكم. شكرا استاذه مي دكتور انور دفع الله على 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 صراحه السيشن مفيد جدا جدا. اي حاجه ليها علاقه بالمهارات الرو سامعني؟ كتبت انا سالتك كتبتها؟ لا والله ما كتبت، ما في ورقه قلم جنبي، لكن عملنا سكرين شوت انا وزوجتي، انا عملنا سكرين شوت للشاشه اساس اننا يعني نجد ان نعمل براكتس ليتر اون ان شاء الله. ممتاز. اوكي تفضل. شكرا لكم كثير على السيشن، صراحه مفيد. اي سيشن له علاقه بتنميه المهارات الشخصيه والسكيلز صراحه مهم جدا جدا، لانه الانسان بالاكاديميات يعني الاكاديميات ما اي حاجه، السوفت سكيلز والسكيلز بقت مهمه. وانا دائما بقول انه حتى في معاينات العمل انا لو مدير ما هعاين للجانب الاكاديمي بقدر ما بعاين للسوفت سكيلز، لانه الحاجات الاكاديميه والتكنيكال دي حاجات يعني مكتسبه، لكن السوفت سكيلز دي هي لازم يكون عندك يعني زي ما عندك مينيمم ليفل لاكاديميك باك جراوند، لازم تكون عندك برضو مينيمم ليفل بتاع السوفت سكيلز على اساس انك تقدر يعني تخش في التيم بتاع الشغل او في بتاع التيم البحثي او ايا كان. يعني انا بس حابب اعلق على نقطتين صراحه مهمات جدا جدا، انت واحده منهم ذكرتيهم في البرزنتيشن بتاعك، انه زول لازم يكون يعني surround himself by the الناس ايوه الناس الصحيحين اللي عندهم نفس الاهداف بتاعتك. يلا دار اقول شنو، انه الناس لازم تفرق بين الناس الرايت بيبل والجود بيبل. يعني انت ممكن يعني انت ممكن تكون مع ناس جود بيبل لكن هم ما رايت فور يو، فدي حاجه مهمه جدا يعني اختيار الناس اللي حواليك. يعني في فرق بس دار الناس يعني تكون مفرقه بين الرايت بيبل والجود بيبل، لانه دائما بيكون في اللبس في 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 الحته دي. الحاجه الثانيه دار اقولها والاخيره، انه احنا عموما عندنا في مجتمعاتنا السودانيه ومجتمعات ثانيه برضو، انه دائما بنحكم نجاحات الناس بتجاربنا الشخصيه. بمعنى انا اكس من الشخص ما تميت قرايتي، شايف انه القرايه يعني ما هتوديني لقدام، او ما انا ما باشن للقرايه ولا زول ايدوكيشنال يعني بيرسون ولا كده، ما بحب الشغل الاكاديمي ولا القرايه ولا كده. طلعت بقيت مثلا سمسار في السوق، تاجر في السوق، نجحت
بجي بعد ذاك بشوف انه اي زول قرى ده يعني ما 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 في فائده. يقول لك القرى عمله شنو مثلا، او واحد قرى تخصص معين ونجح فيه، بكون دار اي زول بكون شايف اي بكون شايف النجاح هو في في اي زول ناجح هو لازم يتبع نفس الباث بتاعه. فدي برضو حاجه مهمه جدا انه اي زول في الدنيا دي هو قصه لتجربه شخصيه بحته. ما انا نجحت في حاجه معناته لازم يعني لازم انصح غيري بانه يعني يتبع نفس الطريقه حقتي والا هو كده فاشل او لا. وللاسف يعني في ناس كثيرين جدا بيكونوا يعني بيحكموا بنجاحات الناس زي ما قلت بتجاربهم الشخصيه، ولا من يشوفوك انت مثلا ماشي في باث ثاني بيكونوا مترصدين لك الاخطاء بتاعتك والفشل بتاعك عشان 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 لقدام يعني زي بيفرق. مظفر شكلك كانك في زول في بالك بيتكلم عنه هسه ولا شنو؟ لا لا والله ابدا. اوكي اوكي ابدا. لكن لكن هي بس ملاحظه من الحياه العامه يعني من الحياه العامه. فبرضه الناس يعني تكون واعيه تماما انه انت تجربتك الشخصيه في الحياه دي هي تفضل تجربه شخصيه. نجاحك هو نجاح شخصي، ما 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 يعني ما اي زول ثاني هو ملزم انه يتبع تجربه معينه او او شخصيه معينه. يعني حتى انا حاجه لاحظتها كثير برضه في جروب الباحثين السودانيين، الواحد بينزل قصته الشخصيه، قصه ملهمه واي حاجه، بقوم بعين التعليقات تحيد بلقى الناس كلها بتعمل تاج لبعض، وانه بس دي يعني بدون احساس انه الناس دي ضايعه ولقت النجاح بس في قصه الزول ده. خلاص رسموا في راسهم الزول ده كده ناجح، خلاص دي قصه النجاح، احنا نمشي في نفس الدرب بتاعه. فكل زول لو عرف نقطه قوته شنو، عرف هو باشن لشنو بالضبط في الحياه دي، هو اكيد هيكون هو ايوه قصه مفصله شخصيه ملهمه برضه لناس ثانيين يعني. ده بس الحاجه اللي حبيت اضيفها. شكرا لكم. شكرا شكرا استاذه مي، تفضلي. اي هو اكيد يعني زي ما تفضل انه يعني حي مهم، انه احنا زي ما قلنا احنا مهم جدا انه احنا نشوف الامثله بتاعت الناس الناجحين، لكن بس عشان نعرف انه النجاح ما مستحيل، ما لكن ما شرط انه خلاص لازم نمشي في نفس درب ذاته وننجح نفس النجاح. هو كل القصه انه هو بس يعني زي بيشاور لنا كده انه النجاح ممكن ان شاء الله. تمام. في سؤال يتكرر زي 4 مرات الزول مصر جدا انه نساله، اللي هو البروكراستينيشن، التسويف. كيف الناس يتغلب عليه؟ تفضل استاذه. طيب البروكراستينيشن او المماطله دي يعني من اشهر التوبكس. يعني انت عارف في تيدكس يعني لو بس كتبت بروكراستينيشن حتطلع لك كميه من السيشنز عنها. في ناس بتفتكر انه دي يعني زي تريد بتاعت مجموعه من الناس، دي جزء من التكوين الايدنتيتي بتاعتهم او الشخصيه بتاعتهم الهويه بتاعتهم، دي جزء منها. ما بينفع معاهم غير الديدلاينز، يعني لازم يخطوا ديدلاين. لو ما في ديدلاين في حياته هو حيفضل يماطل، وحتى بوجود الديدلاين هو بيعمل الحاجة قبل الديدلاين بيوم أو يومين. في ناس بيفتكروا إنه دي طبيعتهم، دي جزء من هويتهم ومقتنعين تمام بكده، وأوكي لو if it's working for them، إذا الحاجة دي قاعد تخدمهم ما في مشكلة. لكن تاني في رأيي بيقول إنه يعني أكيد لو أنت قاعد تعملي في حاجة that's honoring the values بتاعتك الحياتية، الحياة اللي اسمها core values أو القيم الحياتية، مش القيم والمسؤول الكبيرة اللي هي الخير والشر وكده، لا، القيم الحياتية دي ممكن يكون مثلا التعلم واحدة من قيمك الحياتية زي ما تفضل دكتور أنور جبيل. وهو يعني بيعمل في أي فعل related للتعلم مستحيل يماطل، مستحيل يعمل procrastination. ليه؟ لأنه هو قاعد to honor the value بتاعه بتاع التعليم خلاص. لكن لو هو قرر فجأة إنه يتبنى له value ما حق، يعني هو زي شنو ممكن يا دكتور تكون يعني حاجة مثلا نقول فجأة قرر إنه هو ما عارفة ما لاقي مثال لحاجة، أنت ممكن تكون ما واحدة من values بتاعتك، لكن شايف الناس كلهم كده بيعملوا الحركة دي
وقمت قلت كده أنا ذاتي يعني أقرر إن أنا ذاتي أعمل الحاجة. تعمل إيه بكزواتك الحال؟ مثلاً قرر إنه هو مع الفاشن بتاعه بتاع التعلم ده إنه هو يباليوس بتاعه محدد. فبالتالي أي حاجة خط بدأ يقطع تاني شوية يا أستاذة مي، ياخذوا في الاتجاه ده هتلقوا بما قدر فيه وبيجرجر في عينيه إنه ما فاليو بتاعه هو بناء من الناس يعني. دائما هتلقي طاقة وهتلقي الانرجي إنك تتعمل حاجاتك. فأنتي مفروض تعمل شنو؟ مع البروكراستينيشن أمشي فتشي حاجة اسمها الفاليو وورك. في واحد اسمه دكتور دي مارتيني كندي، فهو زي ما بقول يعني هو الدكتور بتاع الفاليو وورك في المنصات حسي. أكثر زول بيشتغل على إنه يساعد الناس إنه يتعرفوا عن القيم الحياتية البيز عليها، بيقرروا حاجاتهم وبيقرروا القرارات اللي بياخدوها في حياتهم، بيجيبوا الانرجي اللي بيعملوا بيها حياتهم كده. ممكن إن شاء الله يوم نشتغل على الفاليو وورك. إن أنا عندي سيشنز كثير عن عليك الله أكتب يسجل يا سجل السيشنز الدارين نحن منك لحد داسي. طبعا في تيد أنا كان يعني صدف إنه ترجمتها بعض من التوكس اللي هي عن البروكراستينيشن، إنها محفز للكرياتيفيتي. يعني في ناس الواحد ما بيشتغل الحاجة إلا قبل الديدلاين بكم يوم، لكن لما يشتغلها ممكن تكون الحاجة الرهيبة. ومن ضمن الأمثلة الفيري انترستنج اللي اتقالت إنه أشهر خطاب يتقال في سيفل رايتس موفمنت بتاع مارتن لوثر كينج I have a dream، الزول ده كان بيعدل في الخطاب قبل ما يطلع البوديوم بالضبط، قبل ما يطلع المنصة ويتكلم، وجزء منه كان ارتجالي I have a dream. ففي حاجات زي دي بتحصل. لكن في المقابل في ناس تانين كمان ما عندهم obsession تاني اسمه البريكراستينيشن، الزول الدائر ينتهي من حاجاته الperfectionist. وأساً إحنا هنعمل جلسة زي دي، أنا تكلمت على دكتور إيمان سعيد البرفكشنزم اللي هو مرتبط بمرض الوسواس القهري في الأمراض النفسية. هو بيقول البرفكشنست kills creativity. بالضبط، إنك تدار الحياة بتاعتك تكون جاهزة. أنا بعرف عندي ناس في الوسط بتاعي بتعامل معهم، النوع اللي بيقول لك يا أخي نعمل حاجة الفلانية ده الديدلاين بتاعنا، وقبل 3 شهور 4 شهور قبل الحاجة بيكون هو دار ينتهي منها، بيكون جاهزة قدامه. ف either or الاثنين ما اعتقد انهم يعني صحيات ولا شنو. بالانس جميلة. نعم. طيب في سؤال برضو بيتكلم عن انه والله يا اخي زوج ولا ابو ولا اخو بصورة يعني بيمنع الناس من انه بيحققوا احلامهم وحاجاتهم، يعني بيصل للفايلنس، يعني انه ممكن يتعدى abusing بالضرب ولا كده. فدي طبعا ما اعتقد انه استاذ ميد دار لهم قاضي ولا محامي عشان يضبط موضوع ولا شنو. والله يعني شوف الواحد كل ما قدر إنه يكتسب مهارات في الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته، في مهارات التواصل، إنه يقدر يعرف مفاتيح الناس اللي هو بيتعامل معهم. يعني أي زول عنده مفتاح زي ما بقوله. فأنتي ولا أنت بيسأل يعني قدر ما تحاول إنه أنت تركز في الكومبيتنسي دي، اعتبر إنه دي يعني مرسلة لك كهدية. الزول في حياتك يعني متسلط أو يعني شوية أجريسيف، هو مرسل في حياتك لسبب جميل جداً، لأنه أنت هتتعلم إنه كيف تتعامل مع الزول الصعب ده. خدتك تارجت إنه أنت يعني هتقوي المهارة بتاعتك، هتقوي بالك، لأنه المشكلة شنو يعني لما يكون زول زي ده عصبي أو كده، لو انت بسرعه قمت توترت ودخلت معه في الدايره دي خلاص ما حتصل للحل، واحتمال زي ما قلت انه تنتهي بفايولنس يعني. لكن كل ما انت بقيت يعني قادر انه انت تسيطر على حاجاتك، تختار الوقت الصحيح، تختار الكلمات الصحيحه، تختار الحاجات المناسبه اللي انت يعني تطرحها بالصوره الصحيحه، كل ما انت قدرت انه انت تقنع اللي قدامك مهما كان يعني. لكن هي سكيل، بس تاخذ ذاك التارجت وان شاء الله يعني حتمشي.
ممتاز. طيب في طلب منه تعمل لنا يعني سيشن عن الفاليو. شاء الله. تمام. لكن الله اكتب اكتب سجل لانه في سيشنز كثيره ان شاء الله تجي. ويا ريت برضو انه الناس يعني في الاد في الـ في الـ في الفيسبوك تخد الحاجات بتاعتها كلها الاسئله بتاعتها على اساس انه المره الجايه ان شاء الله استاذ مي تكون يعني تجاوب عليها تخدها في كل ان شاء الله. في اي سؤال ولا حاجه من الناس الموجودين في الزوم هنا ده؟ انا تقريبا غطيت كل الاسئله اللي جات في الفيسبوك. اخيرا كان اللي هو موضوع بتاع التسويف والتحفيز و افتكر في ريم. تفضلي ريم. تفضلي. المايك ميوت افتكر. ريم انا ما عندي حاجه. انا بس كنت بصفق يعني بشكر فيكم انت الاثنين واي سجست برضو دكتور انور يعني انا اي ثينك الحاجات اللي انت بتعمل فيها دي اتس ا رول موديل يور رول موديلنج للناس انهم هاو تو سبورت الديفلوبمنت هاو تو سبورت الادكيشن فممكن تتكلم عن الموتيفيشن لانه انت بتعمل السيشنز دي يو كوردينيتد يو فاسيليتيت يو دو ا لوت اوف ورك لكن والحاجات اللي انت بتعملها وراء الكواليس اكبر واكثر ومرهقه بتاخد زمن طويل خيارات لو انت برضو تعرفنا يعني مثلا how you get yourself motivated و how you keep your work life balance لانه definitely دي بالنسبه لنا احنا النساء السودانيات بالذات يعني مهمه ف how you keep it up فمحتاجين برضو عايزه اكتبها سيشن عن الموتيفيشن that you have. طوالي والله انا بيسعدني جدا انه اتكلم عن الموتيفيشن تكلمت عنه في تيد قبل كده يعني بصراحه انا استيد كنت بترجم وصلت لانه ترجمت 1500 محاضره فولنتير لي وبشتغل معهم كوردينيتر بعمل منتورنج للمترجمين الجدد في اللغه العربيه بعمل التيدكس المؤتمرات في لحظه من اللحظات كده الناس القائمين على تيد نفسها في نيويورك عينوا كده قالوا الزول ده ماله هو استاذ جامعي وشغال وعنده اسره فقام سالوني قال اسمع انت شنو الموتيفيشن بتاعك اللي بيخليك تعمل الحياه دي كلها ويومانج وكده فاتكلمت عنها في تيد قبل كده. الملخص بتاعها بس هي حاجه ملهمه جدا حصلت لي يعني كانت الديفاين مومنت نمبر 2 في حياتي انه في واحد اتبرع لوالدتي الله يرحمها في مستشفى ابن سينا بدمه وفي وقت كان فيه التبرع بالدم ما ثقافه شائعه في السودان والشخص ده كان شكله ضعيف لابس عراقي كده وسخان وانا بتذكر هيئته ما بتذكر اسمه ولا هو منه فاتبرع بدمه وقام اختفى في لحظه بتاعت بانيك يعني كل الناس محتاجين لدمه كده فالزول ده من الوقت ده بقى هو السوداني والسودانيه بعين لهم انه السوداني والسودانيه ما عندهم حاجه غير دمهم وفي لحظه ما بتقدر تشتري الدم ولا تجيبه حته ثانيه واتبرعوا به وقام اختفوا يعني ما محتاجين منك شكر ولا فالناس ديل بيستحق الزور انه يخدمهم بافضل ما عنده ما هو ما عندك اكثر من دمك ده مشكله فدي الحاجه اللي خدتها انا ببالي ودائما ظني بالسوداني والسودانيه انه الناس بيستحقوا انه تخدمهم بافضل ما عندك ف ده الموتيفيشن بتاع المستمر سواء كنت بعمل في تيدكس ولا الباحثين السودانيين ولا التدريس في الفصول ولا غيره دي الحاجه دائما انا خدتها ببالي إنه الزول ده ممكن يكون حالياً طالب في جامعة الفاشر ولا في جامعة البر الأحمر ولا دونجولا ممكن يكون زول في المجموعة بتاع الباحثين السودانيين ولا في البروفايل بتاعي فلتس يعني give them the best دي الحاجة اللي بخدتها ببالي دائماً وبحب دائماً أخدم مجاناً يعني افتكر إنه والله يا أخي أنا عندي وسائل كسب العيش يعني بقدر عندي مهارات كثيرة I can monetize أنا ممكن أدرس ممكن أعمل research ممكن أعمل consultancy ممكن إلى آخره ممكن أعمل public speaking لكن هذا الزول زي ده لو ما عندي هل أخذ بارير بينه وبينه؟ وبقول للناس بتقول لي دكتور أنا بقول لي أنور ساي يعني عشان ما يكون في برضو بارير بينه وبينه إنه في ناس كده بحب يتكلم مع زول بلغة الآخر فده الموتيفيشن لكن ممكن أنا أعمل سيشن أطول أوري فيها الحاجات كلها والموتيفيشن بتاع كل الحاجات كيف أنا بحاول أخذ الحاجات مع بعض بحيث إنها تميك سنس يعني ما تكون حاجة مفصولة من باقي السلسلة بتاعت الحاجات. شكرا لك يا ريم على السؤال. استاذ مي شكرا لك اكيد يعني دي ممكن يكون من اهم التوبكس لانه
برضو يعني كل ما نضرب أمثلة بناس يعني بيلقوا الدوافع دي وبيستعملوها بسهولة وبيلقوا الانرجي للطاقة لأنه هم يعني تفضل أنت بتقدر يعني تعطي وبتفضل تساهم definitely يعني بتكون ملهم للباقيين إن شاء الله. طيب أخوانا لو ما في سؤال ولا تعليق تاني نقفل السيشن على هنا وإن شاء الله يكون عندنا سلسلة قادمة. أستاذ مي عاطف نشكر جزيل الشكر يعني نيابة عن الناس الحاضرين والناس اللي حيحضروا السيشن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. شكرا جزيلا. مع السلامة.